السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في اليوم الثاني من دورة استرجاع المعلومات. عايز بس أتأكد تاني معلش إن الصوت والصورة واصلين كويس، فهل مسموع ومرئي؟ تمام، طيب نبدأ إن شاء الله. أنا حابب إن أنا أبتدي بالفيدباك اللي وصلني منكم او من بعضكم او معظمكم حقيقه امس على المحاضره بتاعت امس. هو الحقيقه الحمد لله الفيدباك كان يعني موستلي يعني فيري بوزيتيف، ايجابي جدا. اكتر الحاجات اللي اتقالت ان الشرح كان مفصل ومبسط، والمحتوى كان مترتب كويس والترتيب كان منطقي. وكمان في ناس كتير جدا منكم قالت ان البولز ساعدتها كتير على انها يعني تتفاعل وانها تركز اكتر في المحاضره وتفهم يمكن اكتر كمان. فان شاء الله احنا نعتمد على البولز، يعني ان شاء الله اعتماد كبير في المحاضرات كلها باذن الله. الحاجات اللي هي بعض الحاجات اللي اتقالت انها ما عجبتش بعض الناس، هعدي عليهم بسرعه، اتكلم على نقطه نقطه. اول حاجه السرعه والتكرار. الحقيقه انا طبعا السرعه، انا ما يمكن بدات اليوم الاول يعني في بطء شويه وتفصيل يعني يمكن زياده شويه عشان اول يوم، ولكن في النص الثاني لو تاخدوا بالكم انا سرعت شويه. فيعني ان شاء الله احاول ان انا يعني ابطأ واسرع، يمكن مش هيبقى نفس الريتم ولكن على حسب المحتوى اللي انا شايف ان هو محتاج تفصيل ومهم اكتر هديله وقت اكتر. الحاجات اللي هي يمكن مش محتاجه تفصيل قوي او مور ادفانسد ان انتم ممكن بعد الدوره ان شاء الله تبصوا عليها هعدي عليها بسرعه. في ناس لسه طبعا يعني مش مبسوطه انها مش بتخش التدريبات العمليه. انا عايز افكركم تاني ان الماتيريال بتاعت الماده بتاعت التدريبات العمليه بتبقى موجوده على جيت هاب في نفس الميعاد بتاع التدريب العملي اللي هو بعد المحاضره مباشره. فانا يعني بشجعكم كلكم ان انتوا اللي عايز يعني يعمل الحاجات دي بايده يعمل التدريب العملي في نفس الوقت اللي احنا بنعمله فيه اللي هو بعد المحاضره بنص ساعه. الماتيريال موجوده على جيت هاب، وانا هحط تاني ان شاء الله اللينك ما بين في الاستراحه ان شاء الله احطها تاني، واحاول ابعتها لكم برضه بالايميل. موجوده كلها، فانتوا يعني يعني امشوا عليها ان شاء الله، وهي ان شاء الله الانستراكشنز يعني واضحه. وبعدين في اماكن فتحت في المعمل لان في ناس ما قدرتش تحضر، فانا بعت اوريدي لبعضكم. فيعني ممكن جدا مع الوقت ناس اكتر انها تشارك. ف يعني ده معناه ان انتوا لازم يعني لحد كبير تبقوا متابعين اللي بيحصل في اللاب. فالافضل ان انتوا تعدوا على اللاب يعني يوم بيوم ان شاء الله الماتيريال اللي موجوده على جيت هاب. الناس برضو سالت على المراجع. انا في لينك على جيت هاب اسمها ريدنجز، اللينك دي على جوجل دوكيمنت، انا بعمل لها ابديت كل يوم. كل يوم هتلاقوا المراجع بتاعت اليوم بتاعت كل يوم، فاللي عايز يبص على المراجع دي. طبعا برضو في ناس بتقول ان عايزين نسال اكتر، يعني الوقت ضيق للاسف الشديد. يعني انا المحاضرات دي في الكورسات العاديه اللي بديها في المحاضره بتبقى 3 ساعات، المحاضره هنا ساعتين ومفيش تدريب على فكره. يعني الكورسات اللي كنت بديها ما فيهاش تدريبات عمليه خالص، فبدي محاضره 3 ساعات، دلوقتي المحاضره ساعتين فقط. فانا بحاول ان انا اغطي يعني اكبر قدر ممكن من المعلومات في وقت اقل. فيعني معلش سامحوني ان انا يمكن ما اقدرش اخد الاسئله كلها. هحاول في اخر المحاضره ان شاء الله ان انا افتح المجال لاسئله اكبر بعد انتهاء المحاضره، بحيث ان انا يمكن اقعد شويه مع الناس اللي عايزه تسال اكتر. هحاول بقدر الامكان، لكن يعني هي مش بايدي دايما. فده الفيدباك سريعا. هنبتدي بقى بسرعه المحاضره الثانيه. بول سريع على المحتوى بتاع امس. فنشوف بس ايه الناس فاكره ولا لا. بول رقم 4 سريعا ونعملها بسرعه ونحلها مع بعض ان شاء الله. فيها 3 اسئله.
هل البول طلع عندكم ولا لا؟ لان في ناس شايف لسه اجابات خالص، بدأت الاجابات تزعل. اوكي، محتاجين وقت يمكن في التفكير. طيب ندي 5 ثواني كمان ونخلص. طيب نحل بقى مع نشوف الأول نتائج. بالنسبة للسؤال الأولاني يس المعظم، السؤال الثاني satisfying البوليان كويري، السؤال الثالث، السؤال الثالث فيه يعني ايه لخبطة شوية. طيب هنشوف مع بعض، هنشوف مع بعض الحلول. طيب أول سؤال، جوجل سبورتس بوليان ريتريفال. أعتقد طبعا أنتم كلكم شفتوا من آخر في آخر المحاضرة إن طبعا يس سبورتس بس في الأدفانسد سيرش، تمام. فده كان سؤال يعني إيه المفروض إنه سهل. السؤال الثاني، بوليان ريتريفال is called exact match because ليه بوليان ريتريفال اسمه exact match؟ هل عشان هو بيساتسفاي بوليان كويري ولا ساتسفاي الانفورميشن نيد ولا بيقسم هو اسمه اكزاكت ماتش عشان بيقسم اكزاكتلي تو سب سيتس. طبعا هو بيساتسفاي البوليان كويري، مش لازم الساتسفاكشن بتاع البوليان كويري بيبقى بيؤدي للساتسفاكشن بتاع الانفورميشن نيد، مش لازم زي ما قلنا امبارح. يبقى الحل الصح هو اول واحده اللي هي ساتسفاي بوليان كويري اكزاكتلي. طيب السؤال الاخير، when we change our query after seeing the search results، لما بنغير الكويري بتاعتنا بعد ما نشوف ان يعني بنكتب حاجه في جوجل، نكتب كويري في جوجل يطلع لنا النتائج. اوكي، طيب لو احنا غيرنا بقى الكويري دلوقتي، هل ده معناه ان احنا غيرنا الانفورميشن نيد ولا احنا بنكتب كويري ثانيه بنفس الانفورميشن نيد، ولا ممكن اي واحده من الاثنين دول؟ والحقيقه ان اي واحده من الاثنين دول ممكن جدا. يعني ساعات احنا بنشوف سيرش ريزلتس ما عجبتناش نقوم مغيرين الكويري، احنا كده في نفس الانفورميشن نيد. ساعات حتى لو عجبتنا في حاجه تانية بقى جت على ذهننا واحنا لما بنشوف الريزلتس نقوم مغيرين الكويري. تغيير الكويري ده ممكن يكون الانفورميشن نيد تاني خالص في بالنا. اوكي، فبتحصل في الحالتين. اوكي، فالحل الصح للسؤال ده هو الاجابه الاخيره. طيب نبتدي بقى ان شاء الله المحاضره بتاعتنا النهارده. احنا هنتكلم على 3 حاجات. اولا ببساطه شديده كده، هو السيرش انجن بيتكون من ايه؟ في مرحلتين هنركز عليهم ان شاء الله وهنتكلم عليهم بالتفصيل شويه، اللي هم زي ما هنشوف الاندكسنج والسيرش. النهارده هنركز بعد ما نتكلم على بالتفصيل يعني تفصيل شويه عن تشريح السيرش انجن او الاستراكشر بتاعه، هنتكلم بقى على الاندكسنج والبري بروسيسنج اللي هم اول فيز في التو فيزز او مرحله من المرحلتين اللي احنا هنتكلم عليها. يبقى اول حاجه السيرش انجن عباره عن ايه؟ لو بصينا كده على السيرش انجن كبلاك بوكس، يعني صندوق اسود مش شايفين جواه ايه، احنا من بره في مجموعه من الدوكيومنتس اللي هي الكوليكشن، وفي الكويري اللي اليوزر بيدخلها، وبيطلع لنا اللي احنا بنسميه في الفيلد عندنا هيتس او معناها ريزلتس يعني النتائج. تمام؟ طيب ايه اللي جوه البوكس ده؟ احنا بدانا امبارح شويه نعرف بس في الكيس بتاعت البوليان ريتريفر ايه اللي بيحصل. اوكي، لكن عامه ايه اللي جوه البوكس ده؟ اللي جوه البوكس ده ناحيتين. اوكي، ناحيه بتتعامل مع الدوكيومنتس وناحيه بتتعامل مع الكويري. مع الدوكيومنتس احنا بناخد الدوكيومنتس وبنعمل لها تمثيل ريبريزنتيشن، بنعمل فيها شويه بروسيسنج، بنحول الدوكيومنتس دي لاستراكشر معين هنتكلم عليه النهارده بالتفصيل، ونخزنه في حاجه اسمها اندكس. تمام؟ ده بيتعمل مش في وقت الكويري طبعا، عشان كده بنسميه اوف لاين، بيتعمل اوف لاين. طيب لما تيجي الكويري
بنعمل لها حاجه شبيهه باللي احنا عملناه للدوكيمنتس بالظبط، نفس الحاجه اللي احنا عملناها للدوكيمنتس بتتعمل للكويري، وبالتالي بقى عندنا تمثيل للكويري مماثل للتمثيل بتاع الدوكيمنتس. وبعدين نقارن بقى التو ريبريزنتيشنز دول ببعض، يبقى عندي كومباريزون فانكشن، فانكشن بتقارن الكويري بعد ما عملنا لها بروسيسنج والدوكيمنتس بعد ما عملنا لها بروسيسنج مع بعض. المقارنه دي بينتج عنها النتائج بتاعه البحث اللي هي سيرش ريزلتس او اللي احنا بنسميها هيتس. تمام؟ طبعا دي صوره يعني ايه مبسطه قوي، لكن نحط في بالنا ان في ناحيتين، ناحيه اوف لاين يعني مرحله بتتعمل اوف لاين، اوف لاين يعني ايه؟ يعني مش وقت السيرش، مش وقت البحث. اتعمل في وقت اول ما بتيجي الدوكيمنتس، اول ما بيبقى عندنا اكسس للدوكيمنتس او الكوليكشن. ده اوف لاين اللي هو تمثيل الدوكيمنتس او الفيز اللي احنا هنسميها اندكسنج. اوكي؟ بتنتهي بان احنا خلاص بنبني الاندكس، خلاص بنخزن البرزنتيشن ده في حاجه اسمها اندكس، احنا هنتكلم عليها النهارده بالتفصيل. الناحيه الثانيه هي بقى اللي بتحصل وقت الكويري، حتى بنسميها كويري تايم. ات كويري تايم اللي بيحصل وقت ما المستخدم اليوزر بيحط الكويري وبيعمل سيرش، بيعمل بيحصل بقى الكلام ده. الكويري بتتاخد بتعمل لها بروسيسنج، بتعمل لها ماتشنج مع الاندكس، مع الدوكيومنتس اللي هي خلاص بقت ممثله في الاندكس، وبيتعمل رانكينج للدوكيومنتس وبيطلع الريزلتس. طبعا الكلام ده لازم ايه؟ يحصل بسرعه شديده، بسرعه جدا. يعني احنا بنشوف لما بنكتب الكويري جوجل وبنعمل كليك سيرش بيطلع لنا ريزلتس بعد قد ايه؟ اقل من ثانيه. يعني لو عايزين نعرف بالظبط تقريبا بتبقى في حدود 100 مللي 100 مللي ثانيه. اوكي؟ يعني عشر الثانيه بتجيلنا. وده كمان ما بنحسش بوقت تقريبا خالص. اوكي؟ فلازم البروسيس بقى الجزء اللي على الشمال ده اللي بيحصل اونلاين ده لازم يحصل بسرعه شديده. طيب الكومباريزون فانكشن دي احنا امبارح عرفنا حاجه اسمها ريتريفال موديل او نموذج الايه؟ الاسترجاع. هو هي دي الكومباريزون فانكشن. هو ده اللي احنا بنسميه ريتريفال موديل. الريتريفال موديل ده اللي بيعمل ماتشنج ما بين الكويري والدوكيومنتس. فده الكورس زي ما انا قلت امبارح يعني في سلايد واحده. اوكي ده بقى احنا هنتكلم على الديتيلز بقى النهارده، مش النهارده بس، النهارده وبقيه المحاضرات الديتيلز بتاعت الاوف لاين بروسيس اللي هي اندكسنج والاونلاين بروسيس اللي هي الريتريفر او السيرش. طيب نيجي نتكلم ديتيلز شويه عن المرحلتين دول. المرحله الاولانيه اللي هي الاندكسنج بيحصل فيها ايه؟ من اولها كده بيحصل ان انا عندي مجموعه دوكيمنتس بعملها حاجه اسمها اكويزيشن، بخزنها عندي، باخدها بجمعها من مصادرها. الدوكيمنتس دي ممكن تكون موجوده في اماكن مختلفه، يعني مثلا في الويب سيرش الدوكيمنتس دي موجوده في الويب، ويب موجوده في على ملايين السيرفرز. تمام؟ فلازم اجمعها عندي، لازم اخد منها كوبي. اوكي؟ بجمعها عندي، دي اسمها اكوزيشن، وبخزنها عندي. لان لازم اخزنها عندي عشان اشوف مع الوقت هل حصل فيه تغيير ولا لا، ولازم اعرضها لليوزر، ولازم اخد منها اعمل لها سمرايزيشن او تلخيص عشان اكتب اللي احنا بنسميها سنيبت اللي تحت اللينك اللي بتطلع لي في الريزلتس دي. فمحتاج الدوكيمنتس الاصليه طبعا، وطبعا محتاج عشان اعمل اندكسنج، فبخزنها. اوكي؟ فده الدوكيمنت ستور، بتسمى دوكيمنت ستور اللي هو الستورج بتاعه الدوكيمنتس. وبعدين بعمل لها بري بروسيسنج اللي احنا هنتكلم عليها النهارده بالتفصيل. والبري بروسيسنج ده بعديه بيحصل هو الاندكس كريشن اللي هو عشان نبني بقى الاندكس. يبقى الستبس الاثنين الستبس دول اللي هم الخطوتين اللي هم بري بروسيسنج والاندكس اندكس كريشن، هم دول الخطوتين اللي احنا هنتكلم عليهم بالتفصيل ان شاء الله النهارده. اوكي؟ يبقى الدوكيمنتس ايه اللي احنا هنعمل له سيرش بالظبط؟ هنعمل كرولينج و ستورنج للكوليكشن دي. الستورج ممكن يبقى هيبقى فيها طبعا هندي يونيك اي دي لكل دوكيمنت، والبري بروسيسنج هنعمل بقى اللي احنا هنشوفه بقى ان شاء الله ستوبنج وستيمنج وليماتيزيشن والكلام اللي احنا هنشرحه ان شاء الله في المحاضره دي. والاندكسنج في النهايه هيبقى اندكس، الاندكس ده هيبقى زي لوك اب تيبل زي ما هنشوف الكلمه دي ظاهره فين. اوكي؟ ده بيساعدني كتير قوي طبعا زي ما هنشوف في السيرش. طيب ده الجزء الاوفلاين. الجزء الاونلاين بيحصل فيه ايه؟ ده بقى الجزء الاونلاين اللي هو الانتر اكشن، مع التفاعل مع المستخدم. المستخدم هنا قاعد بيستخدم جهازه بيتفاعل مع السيرش انجن عن طريق ايه؟ عن طريق طبعا انترفيس، يعني جوجل مثلا انترفيس بتاع اللي هو السيرش. اوكي؟ فبيكتب الكويري، الانترفيس بياخد منه الكويري، بينده طبعا باك اند بقى عنده السيرش انجن نفسه اللي هو اللي بيعمل سيرش وبيعمل رانكينج.
بيعمل رانكينج باستخدام الاندكس، ده اللي هنشوفه بقى ان شاء الله بدايه من المحاضره الرابعه. الرانكينج ده يعني ايه؟ يعني ترتيب بالنسبه للكويري اللي داخله دي، ايه الدوكيومنتس اللي هي السيرش انجن بيعتقد انها ريليفنت للكويري دي، يعمل لها رانكينج وبعدين يرجعها لليوزر تاني. يبقى الانترفيس بياخد الكويري رانكينج باستخدام الاندكس ويرجع تاني لليوزر الريزلتس. طيب ايه الحاجات التانيه دي؟ الدوكيمنت ستور زي ما قلنا بتساعد ان انا اخد اجيب سنيبت للدوكيمنتس اللي طالعه في السيرش ريزلتس. ايه اللوجنج والاناليسيس ده؟ كل الحاجات الانتر اكشن بتاعتنا مع السيرش انجن بتتخزن، وهنعرف بعدين ايه الاستفاده منها. يعني كل الكويريز اللي هنكتبها دي بتتخزن عند جوجل، طبعا ممكن تكون انونيمس يعني مش معروف مين، بس يعني بتتخزن بطريقه ما. اوكي، فده اللوجنج ده اللي هو الانفورميشن كل اللي احنا بنعمله، حتى الكليكس. اوكي، يعني احنا لما بنضغط على سيرش ريزلت معينه جوجل بيخزنها معلومه مهمه جدا، وهنعرف ليه بعد ان شاء الله، يمكن في بدايه الاسبوع اللي جاي هنعرف ليه. فالكلام ده كله بيتخزن في حاجه اسمها لوج داتا. اوكي، ودي بتستخدم في بعض الريتريفال مودلز. اوكي، عشان الرانكينج. فالبروسيس دي موجوده برضو مع الوقت، يعني كل الانتراكشنز اللي اليوزر بيعملها بتتخزن كلها. اوكي، طيب فالبروسيس دي على بعضها بتحصل اونلاين. اوكي، يعني وقت الكويري اونلاين، يعني وقت الكويري يوزر دخل كويري، هجيب عامل رانكينج، هجيب السنيبت، هشوف اللوجز عشان بتساعدني في الرانكينج وهكذا، كل ده بيحصل ات كويري تايم. طيب ناخد بول سريعه بقى عشان اعرف هل انتوا وصلت لكم اللي انا عايز اقوله بالنسبه للتو فيزز دول ولا لا. بول خمسه، سؤالين. السؤال الاولاني بيتكلم على الاندكسنج، السؤال الثاني بيتكلم على الرانكينج. نفكر الاندكسنج ده بيتعمل ليه؟ وبالتالي بيتعمل امتى؟ الرانكينج بيتعمل ليه؟ وبالتالي بيتعمل امتى؟ طيب ندي 10 دقائق، 10 مش 10 دقائق طبعا، 10 ثواني كمان. طيب انا اتمنى ان الجميع يتفاعل، يعني حتى لو غلط، يعني ما هو مش احنا مش في امتحان، انا عايز اشوف مدى استيعابكم للي احنا بنقوله، وبناء على النتائج اللي انت هتحطوها دي هستفيد اكتر في الشرح، لان لما اشوف ان في لخبطه كتير فده هيبين اذا كان يعني الشرح واضح ولا في مشكله. فمن فضلكم يعني الجميع يتفاعل. ايه، ما فيش درجات هنا ولا في امتحانات ولا اي حاجه خالص، احنا كلنا هنا عشان نتعلم، بما فيهم انا بتعلم منكم طبعا، من تعليقاتكم ومن الفيدباك اللي بتديه لي ومن استيعابكم. ف خلينا نشوف بقى النتائج دلوقتي. طيب السؤال الاولاني، indexing is done at query time، المعظم قال no it is done only offline. في بعضكم عدد كويس قال it's done both offline and online. الثانية، السؤال الثاني، رانكينج از دان، المعظم قال اوفلاين اونلاين، في بعضكم برضه شوية قالوا بوث اوفلاين اند اونلاين، فواضح ان برضه شوية في شوية ايه لخبطة. طيب نشوف الإجابات مع بعض. أول سؤال، indexing is done at query time only. احنا قلنا الاندكسنج ده بيتعمل على الدوكيومنتس، على الكوليكشن، يبقى مش ممكن طبعا يتعمل at query time. خلاص؟ نو واي انه يتعمل ات كويري تايم. لان ات كويري تايم احنا ما بنعملش اندكسنج للكويري، احنا بنعمل اندكسنج للدوكيومنتس، للكوليكشن. اندكسنج معناها ان انا هبني حاجه اسمها اندكس تساعدني
ان انا اعمل سيرش بسرعه. فالكلام ده اكيد بيتعمل اوف لاين، ما بتعملش ات كويري تايم. كويري تايم يعني اونلاين، تمام؟ فالاجابه الصح هنا طبعا هي نو ات از دان اونلي اوف لاين، تمام؟ ما بتعملش ات بوث طبعا اوف لاين اونلاين. طيب رانكينج، رانكينج ده يعني ايه رانكينج؟ يعني ترتيب النتائج. طيب هرتب نتائج، ينفع ارتب نتائج اوف لاين؟ وانا اصلا ما عنديش كويري اصلا اوف لاين، تمام؟ فترتيب النتائج ده لازم يكون عندي كويري، فلازم يكون ات كويري تايم. كويري تايم يعني اونلاين، يعني اونلاين يعني اثناء ما اليوزر بيتفاعل مع السيرش انجن. يبقى الاجابه الصح هنا هي اونلاين، برضه مش بوث. يعني انا طبعا شفت ان في لخبطه في السؤال الاولاني والثاني، بوث. نخلي بالنا كويس، نرجع تاني شويه بسرعه للسلايد دي. اللي بيحصل اونلاين، اللي بيحصل اوفلاين هو الاندكسنج، اللي هو التفاعل، اللي هو البروسيسنج بتاع الدوكيومنتس بتاع الكوليكشن اللي انا هعمل فيها سيرش. ده مش محتاج ان انا يبقى عندي كويريز ابدا، لكن الاونلاين بيتعمل لما يكون عندي كويري. لما يكون عندي كويري بقى باخد الكويري اعمل لها بروسيسنج. يمكن كلمه البروسيسنج هنا ما اسموش اندكسنج. اندكسنج يعني انا هخزن في الاندكس. هنا لا، انا بعمل بس بروسيسنج، انا اعرفه النهارده وطريقه تمثيل معينه، وبعدين اقارن بقى اعمل ماتشنج، وبالتالي اعمل رانكينج واطلع الريزلتس. طيب اتمنى كده يكون ايه الامر واضح. طيب نيجي بقى، يبقى احنا كده خلصنا اول نقطه في المحاضره بتاعت النهارده. احنا قلنا في ثلاث نقط، الاناتومي اللي التشريح بتاع السيرش انجن مبسط طبعا على المرحلتين دول اللي هم الاوفلاين والاونلاين، وهنبتدي بقى نتكلم على الاندكس. طيب الاندكسنج طبعا احنا الاندكسنج ده برضو مجال كبير، وزي ما هنقول في كل المحاضرات احنا بندي المبادئ الاساسيه البيزكس. اللي عايز بقى يتعمق عنده الكتب وعنده البيبرز، لو انا ما عنديش اي مانع ان انا اديكم مراجعه يمكن اكتر كمان، بس على الاقل نقرا تكست بوكس. ففي حاجات كتير قوي الكلام بيتقال كتير، يعني ممكن ادي محاضرتين ثلاثه في الاندكس، في كتب في موضوع الاندكسنج والكويري بروسيسنج. فما عندناش وقت ان احنا طبعا نغطي كل حاجه، هنغطي البيزكس، تمام؟ فاحنا هنتكلم النهارده على simplest way، ابسط طريقه للاندكسنج. على فكره الاندكسنج بالعربي يعني ارشفه، بس يعني صعبه شويه الكلمه بالعربي، ولكن هنستخدم كلمه ايه؟ اندكسنج ان شاء الله في المحاضرات. طيب عشان نعمل موتيفيشن كده للموضوع الاندكسنج ده، لو انتم فاكرين السلايد دي انا قلت لكم هنتكلم عليها في المحاضره اللي جايه اللي هي النهارده. احنا امبارح اتكلمنا على بوليان ريتريفال، وقلنا عشان بوليان ريتريفال نعمله لازم نعمل حاجه اسمها تيرم دوكيمنت انسيدنس ماتريكس، اللي هي الماتريكس اللي بتقول لي كل تيرم ظاهر في انهي دوكيمنت. طيب نفترض في المثال ده انا عندي مليون دوكيمنت، وكل دوكيمنت فيها تقريبا 1000 كلمه. خلاص؟ يبقى انا عندي الماتريكس هيبقى الحجم بتاعها ايه؟ يبقى انا عندي الماتريكس احنا قلنا كلمات، الصفوف هنا كلمات. اوكي؟ فعندي كام كلمه؟ لسه ما اعرفش، وقال لي ان انا عندي 500,000 كلمه حقيقه. هنا دي 500,000 كلمة، يبقى عدد صفوف 500,000. طب عدد الأعمدة؟ عدد الأعمدة وعدد الدوكيومنتس اللي هما كام؟ اللي هما مليون. يبقى ده حجم الإيه؟ الماتريكس بتاعتي، مليون 500,000 صف ومليون عمود. طيب وكمان قال لي بقى إيه؟ يبقى ده إيه حجم هو الماتريكس؟ قال لي الماتريكس دي في معلومه احنا لسه ما استخدمناهاش، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي ان كل دوكيمنت بيقول لي هنا في المثال ان كل دوكيمنت تقريبا فيها 1000 كلمه، يعني ده يعني استيميت يعني معقول، يعني دوكيمنت مثلا في الويب ممكن يكون فيه اكتر من كده، بس نفترض ان تقريبا كل دوكيمنت فيها حوالي 1000 كلمه. طيب هنا بقى في جمله بتقول ايه؟ بتقول ان الماتريكس دي فيها half trillion zeros and ones. half trillion دي اللي هو ايه؟ حجم الماتريكس، لان انا لو ضربت 500,000 تريليون يعني ايه؟ بليون. لو ضربت 500,000 في تريليون ده اكبر من بليون كمان. اوكي؟ لان 1000 مليون ده البليون. 500,000 يبقى 500 بليون اللي هو نص تريليون. يبقى عدد الزيروز والونز هنا في كل الماتريكس دي نص تريليون 01. يعني في هنا عدد السيلز او عدد الخلايا في الماتريكس دي
نص مليون، نص تريليون، نص تريليون، تمام؟ طيب هنا بقى بيقول لي الماتريكس دي رغم انها حجمها، حجمها هنخلينا يعني نقول 500 بليون اللي هو نص تريليون، تمام؟ 500 بليون رقم 01 ده حجم الماتريكس. هنا بقى هو بيقول لي ايه؟ بس بيقول لي خلي بالك الماتريكس دي عدد الوانز اللي فيها 1 بليون فقط، يعني شوف الحجم الماتريكس 500 بليون لكن عدد الوانز اللي فيها 1 بليون بس، يعني من 500 دول واحد منهم بس هو الوانز. ليه؟ لان هو قال لي ان كل دوكيمنت فيها 1000 كلمه، يعني معنى كده ان كل عمود هنا هنلاقيه، هو كل العمود ده طوله ايه؟ طوله 500000، لكن هو في عدد الوانز اللي هم عدد الكلمات اللي فيه 1000 فقط، فيبقى 1000 في مليون يطلع لي ايه؟ ال 1 بليون اللي هو البليون 1 بليون، يبقى ال 500 بليون بليون دول هيطلعوا لي، دول زيروز وانز، زيروز وانز هيطلعوا لي 1 بليون فقط وانز. يعني الماتريكس دي ايه؟ كل 500 رقم تقريبا 499 منهم صفار وواحد بس هو الواحد. بنسمي الماتريكس دي ايه بقى؟ سبارس، اكستريملي سبارس، يعني تقريبا فاضيه. يعني لما نقول 1 ل 500 يعني الماتريكس دي مليانه 1 على 500 فقط منها، فالماتريكس دي تقريبا فاضيه. طب ايه المشكله؟ هل في مشكله في كده؟ ايه المشكله في كده؟ المشكله ان ده ويست اوف ميموري، الكلام ده الماتريكس دي هتبقى متخزنه في الذاكره الرئيسيه صح؟ في المين ميموري. ما اقدرش ان انا اخزن الماتريكس دي كلها فيها، هي تقريبا كلها صفار، تقريبا كلها صفار، لما كل 500 رقم فيهم واحد بس 1 والباقيين صفار، يعني تقريبا هي كلها صفار. حتى لو كان الرقم الوحيد كبير لكن هي الماتريكس اكبر بكثير 500 ضعف، يعني عدد الاصفار 500 ضعف الوحيد. تمام؟ فدي سبارس جدا. فالريبرزنتيشن ده اللي احنا قلناه امبارح اللي هو تيرم دوكيمنت انسيدنس ماتريكس، وقعدنا نعمل اكزامبل وقضينا يمكن حوالي تلت المحاضره في الموضوع ده او ربع المحاضره في الموضوع ده. الريبرزنتيشن ده مش افيشنت، لان هو بيستخدم ميموري كبيره جدا وانا عدد الوحيد اللي انا عايزهم قليلين جدا. فطبعا ده للبيج كوليكشنز او اللارج كوليكشنز، ولو تفتكروا الديفينيشن بتاع الاي ار امبارح كنا شفناه في اخره، لارج كوليكشنز ده الهدف بتاعنا. يبقى البرزنتيشن ده مش افكتيف، هيبقى اسف مش افيشنت، هيبقى افيشنت بس لو الكوليكشنز بتاعتي صغيره. تمام؟ يبقى انا لازم افكر ايه البرزنتيشن افضل، ايه البرزنتيشن افضل ان انا استخدمه عشان يعني امثل عدد الوانز القليل ده. وده طبيعي على فكره، يعني ده طبيعي، لان مش كل الكلمات بتظهر في كل الدوكيمنت صح؟ يعني الكلمه هتظهر في عدد قليل من الدوكيمنتس في الكوليكشن، طبعا ان هم كلمات كتير قوي، لكن كل كلمه بتظهر في عدد قليل من الكوليكشن، فيعني عدد الوانز هيبقى قليل جدا. طيب يبقى انا احسن لي بدل ما احط كل الاصفار دي وعدد وانز قليل جدا، استخدم حاجه اسمها ايه بقى؟ اللي احنا عارفينها من داتا ستراكشرز، حاجه اسمها لينكد ليست. لينكد ليست على قد الحاجه اللي انا عايزها فقط. يبقى بدل ما يبقى عندي ماتريكس كتير قوي، لا انا كل بدل ما يبقى عندي كومبليت رو، صف كامل لكل كلمه، لا انا هيبقى عندي بس الاي ديز الايدنتيفايرز بتاعت الدوكيمنتس اللي ظهرت فيها الكلمه دي. يعني مثلا كلمه لايكس ظهرت في دوكيمنت رقم 1، في دوكيمنت رقم 2، دوكيمنت رقم 4 وهكذا، ده ظهرت في 6 دوكيمنتس. دول الاي ديز بتوعهم. يعني ايه اي ديز؟ يعني ايدنتيفايرز اللي هم السيريال نمبر بتاعهم. اوكي؟ يبقى ده بس مجرد يقول لي دوكيمنت ايه؟ كانه اسم الدوكيمنت. اسم يونيك للدوكيمنت، يعني متفرد دي الدوكيمنت دي. طب انا فين الوانز والزيروز؟ مفيش بقى خلاص، ما هي الدوكيمنتس دي هي الوانز تعتبر. اوكي؟ بس انا بدل ما احط كل الصف بقيت احط ارقام الاعمده اللي فيها وحيد. هي دي فعلا بالظبط تقريبا كده. هي دي فعلا ارقام الاعمده اللي هي الدوكيمنت اي ديز. ارقام الاعمده اللي فيها وحيد. لان الباقي كله صفار، فانا مش هحط بقى الاصفار كلهم، خلاص انا عارف ان اي دوكيمنت ما ظهرش الرقم بتاعها في الليسته دي يبقى كلمه لايكس ما تظهرش فيها. يعني مثلا دوكيمنت رقم 7 كلمه لايكس ما ظهرتش فيها لانها مش ظاهره هنا. تمام؟ يبقى ده لو انا عملت كل كلمه
ده اسمه inverted index. inverted index ليه inverted؟ لان هو بيديني لكل كلمه الدوكيومنتس اللي ظهرت فيها الكلمه دي، مش كل دوكيومنت الكلمات اللي فيها، لا كل كلمه ايه الدوكيومنتس اللي ظهرت فيها الكلمه دي، اسمه inverted index. هو ده اللي احنا بنقول عليه الاندكس باختصار، بس هو اصلا اسمه inverted index. فلما نقول index يبقى احنا قصدنا inverted index. يبقى الانفيرتد اندكس ده او الاندكس ده هو ده اللي احنا هنستخدمه زي ما هنشوف في ايه، في السيرش. هو ده اللي احنا بنخزن فيه الكوليكشن، مش بنخزن فيه كوليكشن يعني الاصليه، ولكن لما بنعملها بروسيسنج بنخزن بقى الاستراكشر ده في الاندكس. هو ده الاندكس اللي احنا هنتعامل معاه لما يجي، لما تيجي كويري بدل الانسيدنس ماتريكس، لا هنتعامل معاه ايه الاندكس. ليه الاندكس ده مور افيشنت؟ لان ده محتاج ميموري اقل بكتير، خلاص الاصفار راحت، خلاص انا مش محتاج الاصفار، مش محتاج اخزن اصفار خالص، انا بس محتاج اخزن ايه ارقام الدوكيومنتس اللي ظهرت فيها كل كلمه. تمام. طيب ده بقى كونسبت مهم قوي. كل سيل، كل اليمنت في الليسته دي اسمها بوستنج. بوستنج يعني كان الكلمه دي بوستد في الدوكيومنت دي، كل واحده من دول اسمها بوستنج. البوستنج ده على الاقل يكون فيه الدوكيمنت اي دي، ممكن يكون فيه حاجات تانية هنتكلم عليها بعدين. اوكي؟ لكن على الاقل كل بوستنج بيقول لي ان الكلمه دي ظهرت في دوكيمنت معينه. تمام؟ يبقى هنا البوستنج ده ظهر في دوكيمنت رقم 173، هنا البوستنج ده بيقول لي ان الدوكيمنت الكلمه وينك ظهرت في دوكيمنت رقم 5 وهكذا. طيب الليسته دي على بعضها اسمها بوستنجز ليست. اكيد يعني لو واحده اسمها بوستنج يبقى اكيد كلهم اسمهم بوستنجز ليست. تمام. يبقى انا عندي بوستنجز ليست لكل كلمه، يبقى الاندكس ده في لكل كلمه ظهرت في اي مكان في الكوليكشن بوستنجز ليست، ليست من البوستنجز، كل واحده منهم اسمها بوستنج، كل واحده منهم بتقول لي ان الكلمه دي ظهرت في الدوكيمنت. تمام. ده كونسبت فيري امبورتنت، مهم جدا، مهم جدا في الاي ار اللي هو الكونسبت بتاع الاندكسنج. تمام. طبعا في شبيه له في الداتا بيس بس يعني مختلف شويه. اوكي. طيب كل بوستنج ليست بتبقى سورتد مترتبه بالدوكيمنت اي دي، وهنعرف ان شاء الله النهارده ليه، يمكن يعني كمان يمكن 10 دقايق ولا ربع ساعه، خلاص بس حطوها في بالكم ان كل بوستنج ليست مترتبه بالارقام دي، بارقام الدوكيومنتس اللي ظهر فيها الكلمه دي. تمام. الجزء اللي على الشمال ده اللي هو الكلمات بنسميه ديكشنري. يبقى الاندكس متقسم ناحيتين، ناحيه اسمها ديكشنري، ديكشنري يعني زي ما احنا عارفين بيبقى فيه كلمات صح، يبقى الديكشنري ده الكلمات، كل الكلمات اللي ظهرت في الكوليكشن لو ظهرت في دوكيمنت واحده هتبقى موجوده في الديكشنري. تمام. وبعدين لكل كلمه قصادها البوستنج ليست بتاعها، يبقى الجزء ده اسمه بوستنج ليست، الجزء اللي على الشمال اسمه ديكشنري. طيب يبقى تعال بقى نشوف البروسيس بتاعت الاندكسنج على بعضها كده بالتفصيل شويه. يبقى بنبتدي بالدوكيومنتس، نفترض ان انا عندي الدوكيومنت دي هي لايكس تو وينك هي لايكس تو درينك، شفناها المحاضره اللي فاتت امبارح. بيتعمل لها حاجه اسمها توكنايزيشن. توكنايزيشن بيفرط الدوكيمنت او الجمل لكلمات، يبقى هيبقى عندي هي لايكس تو وينك هي لايك، لان انا بادئ بايه؟ سيكونس من الحروف، يعني انا بادئ بحروف، الدوكيمنت عباره عن حروف صح؟ انا بقى التوكنايزيشن ده بيطلع لي كلمات، وبعدين باخد الكلمات دي بعمل لها حاجه اسمها نورماليزيشن، اتكلم عليها النهارده. زي ما انتم شايفين مثلا كلمه لايكس هتحول للايك، كلمه تو اختفت. في بعض الحاجات هنعملها كده، بعض البروسيسنج هنعملهم من الكلمات دي هنطلع حاجه اسمها تيرمز. يبقى الكلمات دي على فكره اسمها توكنز، يعني بعد ما توكنايزيشن بيطلع توكنز اللي هي مجموعه الحروف دي مع بعضها اسمها توكنز، يعني لايكس توكن وينك توكن وهكذا. وبعدين التوكنز دي لما بتتعمل لها نورماليزيشن بتتحول لحاجه اسمها تيرمز، تتغير تبقى تيرمز. التيرمز دي بقى هي اللي هتبقى تظهر في الديكشنري، هي دي اللي هتظهر في الاندكس، مش الكلمات اللي موجوده في الدوكيمنت، مش التوكنز، التيرمز. تمام. يبقى التيرمز دي بتخش على الاندكسر، الاندكسر بيطلع لي بقى الايه، الاندكس اللي احنا شفناه. يبقى دي البروسيس
على بعضها بتاعت الاندكسنج. ازاي ابني اندكس؟ طبعا هنتكلم بالتفصيل بقى على كل خطوه من دول في المحاضره النهارده ان شاء الله يا رب، بس ربنا ايه يبارك لنا في الوقت. يبقى توكنايزيشن، نورماليزيشن، اندكسنج. يبقى ببدا بالدوكيمنتس، بنتهي بايه؟ اسمه ايه ده؟ اسمه انفيرتد اندكس. كل ده بيحصل اوفلاين ولا اونلاين؟ طبعا اوفلاين، مفيش فين الكويري. يعني لو انت متلخبط اسال نفسك هو فين؟ هو انا محتاج كويري هنا عشان اعمل الكلام ده؟ مفيش كويري اصلا. الكلام ده بيتعمل اوفلاين. اي حاجه بتعتمد على الكويري يبقى اونلاين اكيد. لان انا مستني الكويري، مستني اليوزر يدخل لي الكويري، انا مش هقدر اعمل اي حاجه قبل ما اليوزر يعني مش هقدر اعمل الحاجه دي الا ما اليوزر يديني الكويري، الا ما اشوف الكويري. لكن الكلام ده كله ملوش علاقه بالكويز. فبتعمل ايه؟ اوفلاين. لانه بياخد وقت طبعا. وعشان كده بيتعمل اوفلاين، والا يعني ما كناش كنا زي ما انا قلت امبارح هنقعد سنين على بال ما ايه؟ ما جوجل يرجع لنا اي نتائج. طيب الخطوتين دول بالتحديد اسمهم بري بروسيسنج. وهنتكلم عليهم ان شاء الله في الجزء الثاني من المحاضره النهارده. الجزء الاولاني هنتكلم على الاندكسنج. اوكي؟ يبقى احنا دلوقتي هنتكلم على ايه؟ على الاندكسنج. طيب ابسط طريقه ان احنا نعمل بيها الاندكس ده كالتالي. هتبقى ثلاث خطوات. اول حاجه هنطلع التيرمز. لو انتم فاكرين من السلايد دي، عشان نطلع التيرمز لازم نعدي على البري بروسيسنج. فيبقى اول خطوه في ان احنا نبني الاندكس هي البري بروسيسنج. يبقى هنعمل ايه؟ هناخد كل دوكيمنت نحولها لتيرمز ونحط قدام كل تيرم. طبعا البروسيس دي زي ما قلنا هنشرحها ان شاء الله في الجزء الثاني من المحاضره. افترضوا ان احنا خلاص جبنا التيرمز دي. افترضوا دلوقتي انها الكلمات، مش هتفرق كتير معانا دلوقتي. افترضوا ان التيرمز دي هي الكلمات الاصليه الموجوده في الايه؟ في الدوكيمنت. يبقى كل كلمه موجوده في الدوكيمنت هنحط قدامها الدوكيمنت اي دي بتاعها. دي الاي دي بتاعها 1، دي الاي دي بتاعها 2. يبقى كل كلمه في الدوكيمنت الاولاني هيبقى قدامها 1. شايفين اهو كل الوانز دول، ودي كل الكلمات اللي ظهرت في الدوكيمنت دي. وكذلك في الدوكيمنت دي. اوكي؟ كل الكلمات اهي بتاعتها وقدامها ايه؟ تيرم الدوكيمنت اي دي 2. هنعمل الكلام ده في كل الدوكيمنتس. يبقى هنطلع عندي ماتريكس طويله جدا عباره عن سيكونس تيرم دوكيمنت اي دي بيرز. كل صف في الماتريكس دي او في الاري دي، خلينا بنقول نقول بقى اري، كل صف في الاري دي في حاجتين، في التيرم والدوكيمنت اي دي. يبقى دي اول خطوه في بناء الاندكس. طيب الخطوه الثانيه هنعمل سورتنج. هنرتب الماتريكس دي بالكلمات. اوكي؟ ليكسيكالي. يعني ايه؟ يعني الكلمات مثلا لو احنا بنتكلم على الانجليزي، الكلمات بتبتدي بحرف الاي، هتبقى قبل تبتدي بحرف بي، قبل تبتدي بحرف سي، وهكذا. يبقى مترتبه ابجدي. لو بنتكلم على العربي او الفابيتيكالي، بنتكلم على الانجليزي. تمام؟ طيب لو نفس الكلمة، ما هي ممكن نفس الكلمة تكون ظهرت في أكتر من دوكيمنت، زي مثلا كلمة سيزر هنا ظهرت في دوكيمنت رقم 1 أهي، وظهرت في دوكيمنت رقم 2. يبقى في الحالة دي هنرتب سكندري بالدوكيمنت أي دي. يبقى هيبقى كلمة سيزر اللي ظهرت في دوكيمنت 1 الأول، وبعد كده الكلمات اللي ظهرت في دوكيمنت 2. لاحظوا إنها اتكررت مرتين هنا. That's fine، يعني ما فيش مشكلة. نخليها في الأري. خلاص. بنفس سيزر 2. سيزر 2 دي معناها ان كلمه سيزر دي ظهرت مرتين في دوكيمنت رقم 2، مفيش مشكله هنخليها. اوكي؟ يبقى دي خطوه ثانيه. الخطوه الاولانيه في بروسيسنج، الخطوه الثانيه هنعمل ترتيب بالاول على التيرمز ابجدي او الفابيتيكالي، ولو نفس الترم ظهر يبقى بالدوكيمنت اي دي. تمام؟ هنا برضو كلمه هاي بروتس ظهرت مرتين، دوكيمنت رقم 1 دوكيمنت رقم 2 وهكذا. ودي الخطوه الثانيه. الخطوة الثالثة طبعا دي خطوة مهمة جدا سورتنج دي. الخطوة الثالثة هي بناء بقى الاندكس بشكله النهائي. احنا لو خدنا بالنا هنا، لو خدنا بالنا في الخطوة دي، احنا اولموست دان خلاص بالنسبة للاندكس. يعني ايه؟ يعني هتلاقي كل الحاجات اللي هي ناخد مثلا كلمة سيزر. احنا عايزين ايه من الاندكس؟ هدفنا ايه؟ ان احنا نشوف كل الدوكيومنتس اللي كلمة سيزر ظهرت فيها. طب ما خلاص انا عندي اوريدي ورا بعض اهم. انا لو بصيت على كلمة سيزر هلاقي ان خلاص هم دول الدوكيومنتس ايه اللي ظهرت فيها كلمه سيزر. يبقى انا عارف اهو 1 و2. يبقى انا اقدر اقول ان البوستنج ليست بتاعت سيزر هيبقى فيها 1 و2. طب البوستنج ليست بتاعت ليت
اهي لقيت اهي ما ظهرتش غير في اثنين بس، خلاص يبقى البوستنج ليست بتاعتها هيبقى فيها 1 بوستنج بس، اللي هي ايه؟ اللي هي بتاع الدوكيمنت رقم اثنين، وهكذا. يبقى خلاص، يبقى السورتنج ده ليه بقول كور؟ ليه هنا بقول كور؟ لانه خلاص سهل لي الكونستراكشن بتاع الاندكس. خلاص الكونستراكشن بتاع الاندكس بعد الخطوه دي بقى تريفيال، بقى سهل جدا، ستريت فورورد. انا بس هقسم كل، همشي بالترتيب هنا، هاخد الماتريكس من اولها وهمشي بالترتيب. امبيشس ظهرت في دوكيمنت رقم 2، يبقى هكتب هنا امبيشس ودوكيمنت رقم 2. اللي بعديها بي، لا يبقى خلاص، يبقى امبيشس كده خلص، يبقى هبتدي بوستنج ليست ثانيه، ادي بي وظهرت في 2. اللي بعديها بروتس، لا ده كلمه جديده، يبقى كده البوستنج ليست بتاعت بي خلصت، يبقى هروح ايه لكلمه جديده بروتس. بروتس ظهرت في 1 اهو، وبعدين اللي بعديها 2 نفس بروتس برضه، يبقى هنا ايه 2 معاها، تمام. يبقى دي كده البوستنج ليست بتاعت بروتس، خلاص فيها حاجتين، دي خلاص خلصت واحده بس، دي خلاص خلصت واحده بس، وهكذا. عدي على كل الماتريكس دي لغايه ما اخلصها، هي دي الستيب الثالثه. الستيب الثالثه بتبني الديكشنري والبوستنجز. خلاص بقى عندي، ادي الديكشنري ناحيه الشمال، وادي البوستنج ليست ناحيه اليمين. سهل جدا وانس ان انا عملت ايه الماتريكس دي. الحاجه الوحيده بس اللي هي ناقصه هنا اللي انا ما قلتهالكوش، حاجه اسمها دوكيمنت فريكونسي. ايه الدوكيمنت فريكونسي دي؟ كلمه دوكيمنت فريكونسي هتلاقوها تتكرر كتير بقى معانا بدايه من النهارده. دوكيمنت فريكونسي معناها الكلمه دي ظهرت في كام دوكيمنت. دي معلومه مهمه جدا هنشوفها، هتستخدم كتير قوي في السيرش، في الرانكينج بالتحديد. يبقى دوكيمنت فريكونسي كلمه مثلا بروتس 2 معناها ايه؟ معناها انها ظهرت في 2 دوكيمنتس، في 2 دوكيمنتس، تمام؟ وهكذا. يبقى احنا بنحطها هنا وهنعرف هي ليه بتستخدم ان شاء الله النهارده في المحاضره، او ليه محتاجين احنا نحطها اكسبليسيت، يعني انها ممكن، يعني دوكيمنت فريكونسي هو عدد الدوكيمنت اللي هتظهر، عدد البوستنج، صح؟ ما هي الدوكيمنت فريكونسي معناها ايه؟ معناها عدد الدوكيمنتس اللي ظهر فيها الكلمه دي، اللي هي ايه؟ اللي هي عدد البوستنجز اللي في البوستنج ليست بتاعت الكلمه دي. بروتس هنا 2 لان فيها عندي 2 دوكيمنتس، سيزر هنا 2 عشان عندي 2، 8 هنا واحده لان عندي واحده، وهكذا، تمام. يبقى الديكشنري هيبقى فيه الكلمات والدوكيمنت فريكونسي بتاعتها، والجزء بتاع البوستنج ليست فيه ايه؟ البوستنج ليست بتاعت كل الكلمات. طيب الكلام ده مش افيشنت قوي، لانه زي ما انتم شايفين كده الميموري، لو احنا عندنا لارج كوليكشن يعني الميموري هتبقى محتاجين ميموري كبيره جدا، يعني اكيد في طرق مور افيشنت. للاسف ما عندناش وقت ان احنا نتكلم على الطرق المور افيشنت دي، هحيلكوا بقى لايه؟ للمراجع بتاعتنا، هتلاقي الكلام ده مكتوب في التكست بوكس. لكن يكفي في الكورس ده ان احنا نعرف بس الكونسبت بتاع الاندكس، نفهم يعني ايه انفيرتد اندكس. يبقى في بالنا كده ان الانفيرتد اندكس عباره عن ديكشنري وبوستنج ليست، كل كلمه ايه الكلام الدوكيومنتس اللي ظهرت فيها الكلمه دي. ده يكفيني. لكن ازاي نعمله افيشنتلي بقى؟ اي ار 2 كورس ان شاء الله، لو ربنا احيانا وعملنا كورس رقم 2 في الاي ار ان شاء الله، ويعني هنغطي الموضوع الاندكس ده بطريقه مور افيشنت، بطريقه اسرع. طيب وانس بدينا الاندكس ده هنعمل بيه ايه؟ هنعمل بيه اللي احنا كنا بنعمله بالانسيدنس ماتريكس، صح؟ ما ننساش امبارح استخدمنا الانسيدنس ماتريكس عشان نعمل ريتريفال يوزنج بوليان كويريز. فنفترض ان انا عندي دلوقتي الكويري اللي احنا اتكلمنا عليها امبارح او جزء منها، اللي هي وينك اند درينك. طيب انا عايز اعمل دلوقتي، عايز اعمل ريتريفال للدوكيومنتس اللي بتعمل، اللي هي مات الساتسفاينج الكويري دي. يبقى هعمل ايه؟ امبارح انا عملت ايه؟ لو انا جالي الكويري دي، بروح على الرو بتاع وينك اجيبه، وبروح على الرو بتاع درينك واجيبه، واعمل ايه؟ اندنج ما بينهم. دلوقتي ما بقاش في روز، في بوستنج ليست. يبقى انا محتاج اجيب البوستنج ليست بتاعت وينك. يبقى عشان اجيب البوستنج ليست بتاعت وينك لازم الاقي وينك الاول في الديكشنري. يبقى الاقي وينك في الديكشنري، ارجع ايه؟ البوستنج ليست بتاعتها. وبعدين الاقي درينك في الديكشنري، ارجع البوستنج ليست بتاعتها. وبعدين اعمل اندنج. طيب امبارح الاندنج كان في منتهى السهوله، كان بيت وايز، عندي زيروز وونز وحاجه جميله جدا، سريعه جدا، اقدر اعمل اندنج بسهوله شديده. طب دلوقتي هعمل اندنج ازاي بقى؟ دلوقتي عندي بوستنج ليست، وانا الاندنج معناها ايه؟ يعني لما اقول انا عايز الدوكيومنتس اللي هي بتساتسفاي درينك اند وينك اند درينك، يعني انا عايز الدوكيومنتس اللي فيها كلمه وينك ودرينك الاثنين. يعني معناها ايه الكلام ده بالنسبه للاندكس؟ معناها ان الدوكيمنت، نفترض مثلا دوكيمنت رقم 13، يبقى لازم 13 تكون في البوستنج ليست بتاعت وينك،
وتكون كمان في البوستنج ليست بتاعت درينك. بس انا عايز كل الدوكيومنتس بتعمل كده. معنى كده ان انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل انترسكشن، انترسكشن ما بين البوستنج ليست بتاعت وينك والبوستنج ليست بتاعت درينك. البروبلم دي طبعا المشكله دي شفناها اكيد كتير قوي في الكمبيوتر ساينس كورسز، داتا ستراكشرز الجوريزمز، يعني اكيد شفناها كتير حتى في الفيرست بروجرامينج. يعني لو بتاخد بروجرامينج في الاول خدناها حاجه زي كده. اوكي، عندي تو ليست وعايز اجيب الانترسكشن ما بينهم. الميزه هنا بقى ان انا الليست دول مترتبه زي ما احنا قلنا، مش احنا قلنا من شويه الليست دول مترتبين بالدوكيمنت اي ديز، وهو ده السبب بالفعل ليه احنا محتاجينهم يبقوا مترتبين، عشان نعمل الانترسكشن ده بطريقه ايه؟ فيري افيشنت. لو انتوا فاكرين في حاجه اسمها او الجوريزم خدناه في يمكن في اول كورس بروجرامنج خدناه اسمه ميرج سورت. ميرج سورت بيعمل ايه؟ بياخد تو ليست اوريدي سورتد، زي تو ليست دول على فكره، تو ليست من الارقام اوريدي سورتد، وبيعمل لهم ميرجنج، بيطلع ليست واحده فيها كل الكلمات، فيها كل الايه الارقام. بس احنا ممكن نعدل فيه شويه عشان ناخد الايه الانترسكشن، يبقى بدل ما نطلع كل الارقام لا ناخد بس الحاجات الايه اللي متكرره ما بين التو ليست دول. يبقى ده ابلكيشن اصلا بايه الميرج سورت الجوريزم. هنعمل ايه بقى؟ يبقى هنبتدي ميرج سورت، بيبتدي ازاي؟ نبتدي بنبتدي من الاول الليست، نبتدي باول رقم في كل ليست. يبقى انا عندي وبعمل مقارنه دايما باللي انا واقف عليه، يبقى انا بعمل مقارنه ما بين واحد واثنين، هل هم الواحد واثنين دول نفس الرقم؟ لا. لو مش نفس الرقم يبقى انا بعمل شيفت للاصغر. لان انا عايز اوصل ليه؟ عايز اوصل للارقام اللي هي موجوده في الاثنين. اوكي؟ فالاصغر ده معنى كده ان هو مش موجود هنا خلاص، يبقى انا اسكيب اعديه واروح للي بعده. يبقى انا هروح للي بعده هنا. طيب يبقى انا واقف على دلوقتي ايه؟ 2 و2 نفس الرقم؟ اه نفس الرقم. طالما ان انا وصلت لنفس الرقم يبقى دي الدوكيمنت دي ساتسفاينج الاند، يبقى دي هتطلع في الريزلتس بتاعتي. تمام؟ طيب لما اوصل لكده يبقى انا شفت الاثنين بقى، عامل شيفت الاثنين. يبقى هوصل لاربعه هنا في وينك وثلاثه في ايه؟ في درينك. الاربعه والثلاثه مش زي بعض. صح؟ يبقى انا اعمل ايه؟ اعمل شيفت للاصغر. يبقى ثلاثه هتروح للخمسه دلوقتي. اربعه وخمسه مش زي بعض، يبقى هعمل شيفت للاصغر، يبقى اربعه هتروح لثمانيه اللي فوق. اتمنى تكونوا معايا وشايفين الانيميشن كويس. 8 و5، 5 اقل من 8 يبقى هعمل شيفت للخمسه، للليسته بتاعت اللي هي اللي فيها الخمسه. 8 و8 دلوقتي احنا ايه؟ ماتشنج، يبقى 8 هي كمان ايه؟ one of the results. وهكذا، يبقى نكمل بقى، هنعمل شيفت للاثنين ونعمل شيفت نكمل لغايه بقى ايه؟ لغايه ما واحده منهم تخلص. وانس واحده منهم خلصت خلاص يبقى احنا اكيد مش هنلاقي اكتر من كده خلاص في الانترسكشن ما بين الاثنين. يبقى انا كده عرفت اوقف واقول ايه خلاص الريزلتس بتاعتي هي التو دوكيومنتس دول اللي هم 2 و8. ده بالظبط بتعديل بسيط هو الميرج سورت اللي هو بتاع تو، بيستخدم لميرجنج تو سورتد ليستس لو انتم فاكرين في البروجرامنج او الداتا ستراكشرز. تمام؟ طيب ايه الكومبلكستي بتاع الكلام ده؟ ايه تايم كومبلكستي؟ لو انتم فاكرين بقى داتا ستراكشرز والجوريزمز الاو نوتيشن، قد ايه من الوقت محتاجه عشان اعمل الكلام ده؟ لو انا قلت عدد البوستنجز هنا مثلا ان وعدد البوستنجز هنا ام، الكومبلكستي بتاعت الالجوريزم اللي انا لسه شارحه دلوقتي ده اللي هو بيعمل انترسكشن، كام اوبريشن بيتعمل؟ in terms of n and m، يعني function في n و m، هل n مضروبه في m؟ يعني انا مثلا خدت كل رقم هنا وقارنته بكل الارقام هنا، لو انا عملت كده يبقى فعلا هي n مضروبه في m. هل انا عملت كده؟ لا انا ما عملتش كده. انا الحقيقه اللي انا عملته ان انا عديت على كل تقريبا عديت على كل الارقام هنا وعديت على كل الارقام هنا مره واحده بس. ما عدتش على رقم اكتر من مره، يعني انا هو رقم بقارنه ساعات ب يعني اكتر من رقم لكن مش كله، وبعدين بسكيب. فانا ماشي لينيرلي، ماشي خطيا على التو ليستس دول. يبقى كل مره بعمل مقارنه، يعني مع كل مقارنه طبعا هنا الاوبريشنز هي المقارنات،
اوكي. فالمقارنه اللي انا بعملها دايما دايما على بير جديد، يبقى انا بعدي كل مره بعدي على ايه؟ على كل الارقام تقريبا الموجوده هنا وهنا. يبقى عدد المقارنات الماكسيمم بتاعه هو ايه؟ مش ان بقى في ام، لا ان زائد ام. يبقى الكومبلكستي هنا هي اوردر ان بلس ام لينير، يعني في عدد في طول البوستنج بيس دول، مش كوادراتيك، مش حاصل ضربهم، تمام؟ لان دي عدد الكومباريزونز اللي انا بعملها. الكومباريزون هي اللي ايه، بتاخد وقت طبعا، هي اكتر حاجه من الاوبريشنز بتاخد وقت. فهنا يعني في الالجوريزم ده، فعدد الكومباريزونز هنا هو ان بلس ام، لان انا بعدي كل البيرز اللي انا بعملها دي، ما فيش بير بقارن ما بينه مرتين، هي مره واحده بس. فبعدي كل البيرز عباره عن ايه، هي ان بلس ام هنا، اوكي، مش ان تايمز ام. فاتمنى ان النقطه دي تكون ايه، واضحه. فده دي التايم كومبلكسيتي بتاعت الميرج الجوريزم. وطبعا احنا هنا شفنا بقى ليه، ايه فايده ان الليست دول يكونوا سورتد، ايه فايده ان الليست دول يكونوا سورتد، ان انا لو هم مش سورتد ما اقدرش استخدم ميرج الجوريزم. لو هم مش سورتد يبقى لازم ارتبهم الاول عشان استخدم ميرج الجوريزم. طبعا الترتيب ان لوج ان، او هبقى هعمل بقى اللي هو كل واحده من هنا اشوفها اذا كانت موجوده تحت ولا لا، ده ان في ام على طول، يعني الكومبلكسيتي اعلى بكتير. طب انا ليه بهتم بموضوع الكومبلكسيتي ده؟ ليه مهم يعني موضوع الكومبلكسيتي؟ يعني ما تاخد ان تايمز ام، ما تاخد زي ما تاخد، يعني ايه المشكله؟ هو ده بيحصل اون لاين ولا اوف لاين؟ ده بيحصل وقت الكويري ولا 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 ده وقت الاندكسنج؟ ده اكيد طبعا ده كويري بروسيسنج، يعني ده وقت الكويري. فانا وقت الكويري ده وقت ثمين جدا، ده لازم يكون يعني فيري افيشنت فيه. فيهمني جدا الكومبلكسيتي بتاعت الكويري بروسيسنج ده، لان ده لو عدد لو رقم كبير طب هياخد وقت، هستنى. انا هقعد استنى مثلا 3 4 دقايق ولا حاجه لو الموضوع ده مش افيشنت، او عدد من الثواني. احنا دلوقتي متعودين خلاص احنا بنكتب الكويري بتلاقينا ريزلتس على طول، اي حاجه اكتر من كده هنحس ان الواحد مل وممكن ما يستخدمش السيرش انجن ده تاني. فالسرعه مهمه جدا هنا، تمام؟ فالكومبلكسيتي هنا ان بلس ام لينير، ما اقدرش اعمل احسن من كده، ما اقدرش اعمل احسن من كده، اوكي. طيب ده الالجوريزم كده سودو كود اللي هو الانترسكشن، يعني ما فيهوش اكتر من اللي احنا قلناه. فاحنا ايه، هنعدي عليه بسرعه جدا، اوكي. فانا عندي التو ليست، الوايل لوب لغايه ما واحده منهم تنتهي، بقارن الدوكيمنت اي دي بتاع طبعا بي 1 البوينتر اللي واقف في الدوكيمنت في الليسته الاولانيه، وبي 2 اللي هو البوينتر بتاع الليسته الثانيه، بقارنهم بقارن الدوكيمنت اي دي بتاعهم. لو هم متساويين خلاص يبقى بحط الانسر دي عندي، خلاص يبقى الدوكيمنت اي دي ده واحده من الانسرز. وبعمل بجيب باخد النكست بتاع الاول الليسته الاولانيه، وباخد النكست بتاع الليسته الثانيه. لو مش زي بعض يبقى بشوف الاصغر منهم، لو بي 1 اصغر من بي 2 يبقى هكمل في بي 1، لو بي 2 اصغر يبقى هكمل في بي 2، وهكذا لغايه ما اخلص واحده منهم على الاقل. وانس واحده منهم خلصت هنا يبقى انا خلاص هرجع الانسر. يبقى ده الايه؟ انترسكشن الجوريزم او ميرج. طبعا هو اصلا ميرج بيحط كل حاجه، ولكن احنا هنا عايزينه انترسكشن بس، هنحط بس او بيطلع بس او بيرجع بس الحاجات اللي هي ايه؟ اللي هي موجوده في الاثنين. طيب ده كان الاند، خلاص؟ الطريقه دي على فكره اسمها دوكيمنت ات تايم كويري بروسيسنج، لان انا بعدي على دوكيمنت، يعني كاني باخد بشوف هل الدوكيمنت دي ساتسفاينج ولا لا. دوكيمنت. في حاجه تانية اعتقد ان شاء الله هنبص عليها يمكن نهايه الاسبوع ده او اول الاسبوع الجاي، اسمها تيرم ات تايم، اوكي. يعني بس افتكروا بس ايه المصطلح ده. طيب الالجوريثم ده كان بيعمل اند، طب افرض انا عايز اعمل اور، هعمل ايه؟ محتاج الجوريثم تاني مثلا، ولا هو نفسه هو، ولا ممكن اعدل فيه؟ ايه رايكم نعملها ازاي الاور هنا؟ هل ممكن نعدل الالجوريثم ده عشان يعمل اور؟ هو اور معناها ايه؟ اور معناها يا ظهر هنا يا هنا. يعني انا مش عايز الانترسكشن، انا عايز ايه بقى؟ انا عايز اليونيون بتاعهم. طيب عشان اعمل اليونيون بتاعهم يبقى انا محتاج كل الدوكيومنتس اللي في الاثنين، صح؟ بس انا عايزها في الاخر تبقى سورتد. فاللي انا هعمله ايه؟ ان انا هعدل هنا تعديل بسيط جدا. هقول ايه؟ لو هم متساويين طبعا هعمل نفس الحكايه. لكن لو واحده اصغر من الثانيه يبقى هحط الصغيره.
في الانسب. واكمل يبقى هنا ما بحطش حاجه خالص، هنا لا، هنا لو واحده منهم، لو واحده اصغر من الثانيه هحط صغيره واكمل. يبقى هنا هضيف بس هنا ايه؟ اد الدوكيمنت اي دي بتاع بي 1، وهنا اد الدوكيمنت اي دي بتاع بي 2. يبقى انا كده بدل الانترسكشن بقى يونيون. لو يعني مش واضحه قوي بالنسبه لكم هسيبها لكم ايه؟ هوم ورك. بصوا عليها، لكن هو تعديل بسيط جدا. خلاص؟ ده بالنسبه لايه؟ للاور. طيب لو انا عندي بقى نوت، دي بقى فعلا دي بقى اللي هسيبها لكم تماما كتيك هوم كويستشن. فكروا فيها. لو انا عايز اقول اند نوت، فكروا في دي كانها وان اوبريتور. يعني انت ممكن تعملوا ايه؟ ممكن تقول لي النوت دي لوحدها اوبريتور، انا هعمل له فانكشن لوحدها بيجيب لي نوت درينك، يبقى بيحول لي البوستنج ليست بعد درينك للبوستنج ليست الثانيه، وبعدين اعمل اند. ممكن كده. وممكن اقول ليه كان دي وان اوبريتور اسمه اند نوت، وافكر هعملها ازاي. اوكي، هنحسبها لكم دي. ولكن الفكره هنا ايه؟ الفكره ان احنا هيبقى عندنا اوبريتورز، كل اوبريتور هنعمل له فانكشن، والفانكشن دي بتاخد على حسب بقى، عاده بتبقى بتاخد تو بوستنج ليست، ممكن تاخد اكتر على فكره، بس يعني يعني الابسط انها هتاخد ايه؟ تو بوستنج ليست بس، و وبترجع الريزلتس. يبقى في فانكشن الاند، في فانكشن الاور، ممكن يكون فانكشن في فانكشن الاند نوت، في فانكشن الاور نوت، وهكذا. طيب لو عندي حاجه مور كومبلكس، لو عندي كويري زي دي كده، يبقى انا هعملها بروسيسنج وان ات تايم، وان اوبريتور ات تايم، بالترتيب المعروف لللوجيكال اوبريشنز. يعني هنا مثلا انا عندي هنا اقواس، صح؟ يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل الاور دي الاول، وبعدين اعمل الاور نوت. يبقى النتيجه دي النتيجه اللي تطلع لي من هنا، والنتيجه اللي تطلع لي من هنا هحطهم، هعمل لهم اند. يبقى انا كام اوبريشن هعملها؟ ثلاثه اوبريشنز هنا بالترتيب ده. ممكن طبعا دي او دي الاول ما تفرقش، يعني ناخد دي الاول وبعدين دي، او دي او بعدين دي، عاده ما نمشي من الشمال لليمين، يبقى دي وبعدين دي، وبعدين النتائج بتاعتهم اند. طبعا هنا خلاص بقى، يبقى يعني لو عملنا كده يبقى اي بقى بوليان اوبريشن، خلاص اي بوليان اكسبريشن، اي بوليان كويري نقدر نطلع ريزلتس بتاعتها. تمام؟ طيب ناخد بول سريعه. والحقيقه ان احنا للاسف الشديد يعني كنت ببص لان انا على الوقت تاخير يعني كبير شويه، حوالي ربع ساعه تاخير، ولكن يعني هنشوف ان شاء الله يمكن في حاجات نعديها لو هي مش هنعتمد عليها في المحاضرات اللي بعد كده، يمكن نقولها بسرعه جدا في بدايه ان شاء الله النص الثاني من المحاضره. طيب ناخد البول دي سريعا، بول رقم 6. نفكر كويس، الله يخليكم، قبل ما ايه؟ ما نجاوب. نفكر كويس. طيب نشد حيلنا شوية يا جماعة عشان نشوف النتائج. اديكوا 5 ثواني كمان.
طيب نقفل كده. طيب انا اعتقد شايفين انتوا الريزلتس دلوقتي، المعظم هنا قال both of the above اللي هو in inverted things we can get efficiently الحاجتين اللي هي what term, terms appear in a specific document, what documents have a specific term. خلي بالك انا قلت هنا efficiently. Efficiently. السؤال الثاني one posting belongs to one term ولا one document ولا one term in one document. طيب نشوف مع بعض بقى الايه؟ الحلول او يعني نتناقش مع بعض الحلول. اول سؤال في الانفيرتد اندكس ايه اللي ممكن نوصل له efficiently بسرعه؟ What terms appear in a specific document ولا what documents have a specific term ولا الاثنين؟ طيب اول واحده هل احنا نقدر نجيبها بسهوله؟ What terms appear in a specific document؟ احنا ممكن كان في الانسيدنس ماتريكس كنا ممكن نجيبها بسهوله لان هي كولوم، لكن هنا هنجيبها بسهوله ازاي؟ ده احنا لازم نعدي على الاندكس كله. يعني لو انت قلت لي دوكيمنت رقم 67 اعرف لي التيرمز الموجوده فيها، هعدي على كل البوستنج ليست واشوف 67 موجوده في البوستنج ليست بتاعتها ولا لا. طبعا ده مش افيشنت، يبقى الاولانيه غلط والاخيره طبعا غلط، يبقى اكيد في النص هي الصح. طب نفهم ليه في النص صح؟ What documents have a specific term؟ لان هو الاندكس مبني عشان كده. انا كل تيرم لو انا عارف التيرم خلاص هي الليسته دي هي بالظبط هي الدوكيمنتس اللي ظهر فيها التيرم ده. فده الهدف الاساسي من الاندكس. طيب السؤال الثاني one posting belongs to one term ولا one document ولا one term in one document. هو البوستنج ده عباره عن ايه؟ بيقول لي ايه؟ البوستنج ده اللي هو واحد من البوستنج ليست. كل واحد من البوستنج ليست دول بيقول لي الترم ده ظهر في الدوكيمنت دي، يبقى ده one term in one document. مش one term وخلاص. one term فين؟ البوستنج علاقه ما بين الترم والدوكيمنت. الترم ده ظهر في الدوكيمنت ده. يبقى ملوش علاقه بالدوكيمنت بدوكيمنت معينه ولا له علاقه بترم، يعني قصدي ملوش علاقه بدوكيمنت بس ولا علاقه ولا له علاقه بترم بس ولا علاقه بترم مع دوكيمنت. بوستنج يعني الترم ده ظهر في الدوكيمنت. يمكن لخبطكم ان البوستنج في الدوكيمنت اي دي فقط، لكن ما تنسوش ان هو جزء من البوستنج ليست بتاعه ترم معين، عشان كده هي علاقه ما بين الترم والدوكيمنت. تمام. طيب انا يعني هوقف هنا بس بعد ما اقول حاجه بسيطه جدا، لان حاجه تعليق بس على ان في ناس كتير بعتوا لي على السؤال اللي هو بتاع الكومبلكسيتي. سريعا ليه الكومبلكسيتي هنا مش المينيمم بتاعهم؟ يعني ان هي احنا قلنا هنوقف لما واحده منهم تخلص، صح؟ طب ما هو المفروض الكومبلكسيتي تبقى المينيمم. لا، لان ده معناه ان انا بس عديت على الاولانيه فقط، لكن انا كل واحده في الاولانيه انا بقارن بشويه من التانيه من اللي تحت، صح؟ البيست كيس ممكن تبقى قريبه من المينيمم، قريبه من المينيمم، ولكن الافريج كيس اللي هو يعني اللي احنا دايما بناخدها في الكومبلكسيتي هي الاثنين مع بعض. تمام؟ يبقى ده ايه اجابه للسؤال. انا معلش انا كنت قافل الشات الا ليا بس، ولكن انا دلوقتي فتحته للجميع. يكون تقدروا ان انتوا تبعتوا للجميع، ما تبعتوش انا بس، يعني ابعتوا للناس كلها، يعني يعملوا شاتنج، تقدروا تعملوا شات للبابليك يعني للجميع اعتقد دلوقتي لو تحبوا طبعا. طيب هنوقف هنا وان شاء الله ناخد راحه ربع ساعه ونرجع بعد ربع ساعه بالظبط، يعني الساعه بتوقيت مكه المكرمه 5:30 بالظبط ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم. هل سامعني وشايفيني كويس؟ إن في ناس كانوا بيقولوا في مشاكل في الصوت. هل سامعني كويس دلوقتي؟ ممكن رياكشن يا جماعه عشان اعرف بس انت سامعني كويس ولا لا. طيب تمام. طيب يبقى سامعني وشايفين ان شاء الله. طيب هنكمل ان شاء الله المحاضره. هو في جزء لسه خاص بالاندكسنج او بالكويري بروسيسنج بمعنى ادق، يعني ده هنعدي عليه بسرعه. هو موجود في السلايدز وانا هسيب السلايدز يعني طبعا زي ما هي وموجوده على جيت هاب دلوقتي المفروض، ولكن هعدي عليها بسرعه لانها يعني احنا مش هنعتمد عليها في بقيه الكورس حاجه، ولكن يعني اعتقد انها هتبقى لطيفه ان انتم تتعرفوا عليها. سريعا هنتكلم عن حاجه اسمها بروكسيميتي كويز. يعني ايه بروكسيميتي كويز؟
بروكسيميتي كويريز لما عايز اجيب الدوكيومنتس اللي هي فيها كلمتين جنب قريبين من بعض. يعني مثلا عندي مثلا كلمه مايكروسوفت وكلمه جيتس. انا مش عايز الدوكيومنتس اللي فيها كلمه مايكروسوفت وجيتس وخلاص، لا، لان ممكن كلمه جيتس تبقى في اول الدوكيومنت وكلمه مايكروسوفت في اخر الدوكيومنت. انا عايز الدوكيومنتس اللي فيها الاثنين دول قريبين من بعض. طب ليه يعني تفرق ايه؟ طب ممكن ما هو الاثنين موجودين في نفس الدوكيومنت وخلاص. لا تفرق طبعا، لان هما لو انا بدور على الكلمتين دول جنب بعض فده بيديني انديكيشن اكتر ان انا ان ده ريليفنت اكتر للتوبيك بتاعي او الانفورميشن نيد بتاعي. اوكي، عن لما تكون الكلمتين دول واحده في اول الدوكيمنت وواحده في اخر الدوكيمنت. طبعا لغايه دلوقتي احنا ما بنعرفش نعمل الكلام ده، لان احنا عندنا بس ايه، باج اوف ووردز كومبليت، صح؟ احنا ضيعنا الترتيب بتاع الكلمات وما نعرفش الكلمات بتظهر فين، كلمات موجوده في الدوكيمنت وخلاص. فلغايه دلوقتي احنا ما بنعرفش نعمل الكلام ده، صح؟ ولكن الكلام ده مهم. يعني بعض الاحيان انا عايز اقول الكلمتين دول قريبين من بعض فعلا. يعني مثلا كلمه برضه قطر يونيفرستي، طب انا مش عايز اي حاجه تبقى في اي حاجه قطر واي حاجه يونيفرستي وخلاص، لا، انا عايز قطر يونيفرستي يبقى جنب بعض قريبين من بعض. ففي اوبريشنز ثانيه غير الاند والاول والنوت، طبعا دي ادفانسد شويه. حاجه مثلا زي نير واحط كده رقم، يبقى معناه ايه؟ معناه ان الكلمه القبليه والكلمه اللي بعديها دول يبقوا بنفس الترتيب ده within ثلاث كلمات، يبقى هما proximity in very close proximity، قريبين من بعض، near بعض، جنب بعض. اوكي، مش لازم يكونوا لازقين في بعض، ممكن يكونوا يعني هسمح بايه، ممكن يكون بقى كلمه مثلا ما بينهم. طيب انا اقدر اعمل الكلام ده ازاي؟ لغايه دلوقتي باللي احنا درسناه ما اقدرش، لان ما عنديش اي حاجه تقول لي هي الكلمات دي ظهرت فين. انا اقدر اعرف ان الدوكيمنت دي فيها كلمه جيتس وفيها كلمه مايكروسوفت، لكن فين ما اعرفش. طب اعرف ازاي؟ يبقى لازم اعمل حاجه ثانيه في الاندكس، او لازم اضيف حاجه على الاندكس. لما اضيفها لما اضيف المواقع بتاعه الكلمات، يبقى الاندكس ده هيبقى اسمه بوزيشنال اندكس. بوزيشنال لان انا هحط فيه دلوقتي البوزيشنز. يبقى ده اضافه للباج اوف ووردز. عاده احنا نستعمل باج اوف ووردز، دي فيري سبيشال كيس اسمها بوزيشنال اندكس، ان الاندكس مش بس هيبقى موجود فيه ان الكلمه دي ظهرت في الدوكيمنت دي، لا، ده الكلمه دي ظهرت في الدوكيمنت دي فين بالظبط ترتيبها. فمثلا كلمه لايكس ظهرت في 9347 دوكيمنت، ده اللي هو ايه لو انتم فاكرين دوكيمنت فريكونسي. وبعدين البوستنج ليست بقى بتاعتها دوكيمنت 1 ظهرت كلمه لايكس ظهرت في بوزيشن رقم 7، بوزيشن رقم 18، بوزيشن رقم 33 وهكذا. يبقى دي ايه؟ دي 1 بوستنج. يبقى ده كده ده على بعضه كده، ده بوستنج واحده، بوستنج واحده بتاعت انهي دوكيمنت؟ بتاعت دوكيمنت رقم 1 يعني. بس ده يعني منظر مختلف شويه، يعني احنا شفناه مره من شويه بس يعني شبيه. ده بوستنج وده بوستنج ثانيه للدوكيمنت رقم 2، ودي بوستنج ثانيه لدوكيمنت رقم 4، ودي 5 وهكذا. دي على بعضها كده، كل ده على بعضه اللي هو اسمه ايه بقى؟ لو تفتكروا بوستنجز ليست. ليه؟ للايكس. يبقى معنى كده ايه؟ ان البوستنج هنا ما بقاش فيه بس الدوكيمنت اي دي زي ما شفنا قبل كده. وانا قلت لكم ان على الاقل هيكون في دوكيمنت اي دي، ممكن يكون في حاجات ثانيه. من ضمن الحاجات الثانيه البوزيشنز. البوزيشنز اللي ظهرت فيها الكلمه دي في الدوكيمنت دي. طيب دلوقتي لو انا عملت الكلام ده بقى لكل الترمز اللي عندي، بقى عندي حاجه اسمها بوزيشنال اندكس. اوكي؟ طيب ايه مشكله البوزيشنال اندكس ده؟ مشكلته ان هو هيبقى كبير جدا، اكبر بكتير جدا من الانفيرتد اندكس اللي احنا بنيناه قبل كده. لان مش بس هقول ده موجود في الدوكيمنت ده موجود في الدوكيمنت في المكان الفلاني وفلاني وفلاني، حجم الاندكس هيبقى كبير جدا. فده ده يعني ده اكبر مشكله في موضوع البوزيشنال اندكس. لو انت كسيرش انجن بقى عندك الريسورسز الكافيه ان انت تبني الاندكس ده، خلاص ابنيه، هيكون افضل. لانه كده انت دلوقتي بتتيح لليوزر ان هو يعمل كويز ما كانتش متاحه له قبل كده، ان هو يعمل حكايه النيه دي. طبعا الاسماء اسم الاوبريتور ده بيختلف من سيرش انجن تاني، في نير، في ويذن، في ويندو، يعني مهم المعنى النوع بتاع الكويري اسمها بروكسيميتي كويري.
طيب انا بقى هعمل هرجع بقى الدوكيمنتس اللي فيها كان ده ازاي؟ هعمل حاجه شبيهه باللي انا عملته قبل كده، ان انا هعمل انترسكشن، بس within intersection لما يجي لي بقى الدوكيمنت اللي هي اللي فيها اللي ظاهر فيها الكلمتين دول، هخش بقى ان ديتيل واشوف البوزيشنز، هل البوزيشنز بقى اقعد اقارن البوزيشنز واشوف ايه اللي منهم يساتسفاي الكونديشن بتاعي اللي هو مثلا within ثلاث كلمات، يبقى البوزيشنز المفروض الفرق ما بينها ما يكونش زياده عن اثنين او ثلاثه وهكذا، يبقى ايه تعديل للالجوريزم اللي احنا شفناه قبل كده. طيب هنكتفي بهذا القدر بالنسبه للبوزيشنال بوزيشنال اندكس. حاجه بس سبيشال كيس منها الفريز كويري. يعني ايه فريز كويري؟ ساعات احنا بنستخدم كويريز في ما بين كوتس زي قطر يونيفرستي هنا، دي معناها ايه؟ معناها ان انا عايز اشوف الدوكيومنتس اللي فيها كلمه قطر وبعديها على طول كلمه يونيفرستي. طب هل ده له علاقه بالبروكسيمتي كويريز اللي انا قلت عليها من شويه؟ اه طبعا له علاقه، لان دي سبيشال كيس منها. انا بس انا هنا بقول كاني بقول نير تو قطر، نير تو يونيفرستي او نير 1 على حسب الديفينيشن بتاع الرقم ده يعني معناه ايه بالظبط. المهم انها سبيشال كيس، يعني انا لو قدرت اعمل النير اللي هي الجنرال يبقى الفريز كويري هحولها، يعني الكوتس دي هحولها لنير، بس نير وذ سبيشال كيس مثلا نير 0 او نير 1 على حسب ايه ما قلنا الديفينيشن. تمام؟ يبقى الفريز كويري دي يعني شبيهه بالبروكسيمتي كويري بس هي سبيشال منها. الحاجه الثانيه اللي انا عايزكم برضو تبصوا عليها في الريفرنسز اللي يحب، البوزيشنال اندكس مش احسن حاجه للفريز كويريز بالتحديد، لان البوزيشنال اندكس فيه كل المواقع. انا ممكن اعمل سبيشال اندكس بس عشان اعمل سبورت للفريز كويريز، اسمه باي وورد اندكس. بصوا بقى عليها ان شاء الله في المراجع، مش هنقول ايه اكتر من كده. طيب بول سريعه، البول دي يمكن يعني ما تكونش ان احنا ما قضيناش وقت طويل قوي في الشرح ده، يعني حاولوا تفكروا وهنحلها مع بعض. يعني زي ما انا قلت ما فيش اي مشكله، على فكره الموضوع انونيمس، يعني انا مش عارف مين جاوب ايه، ف يعني ما حدش يقلق من الاجابات خالص. من فضلكم فكروا وجاوبوا وهنحلها ان شاء الله مع بعض. بول رقم 7، اهي اوكي، بدات قدامكم اهي اوريدي. طيب ناخد 5 ثواني كمان ونوقف. طيب ادي النتائج اهي، ونتابع ايه مع بعض الحلول. طيب السؤال الاولاني، فريز كويريز ار سبيشال كيس اوف بروكسيمتي كويريز. طبعا انا قلتها يعني صراحه في من شويه، طبعا يس كده، انها مجرد بس ايه البروكسيمتي هي ورا بعض على طول، فايتس سبيشال كيس. طيب الثانيه، proximity queries are، هل هي more expensive؟ يعني more expensive طبعا in terms of time هنا، هل هي بتاخد وقت اكتر من البوليان كويز الستاندرد يعني، ولا وقت اقل، ولا الاثنين زي بعض؟ طيب نفكر، احنا ما قلتهاش طبعا explicitly في المحاضره. نفكر البروكسيمتي كويز عشان اعمل عشان انفذها، يبقى انا محتاج الاول اعمل اللي انا بعمله في الاند زي اللي بعمله بالظبط في الاند، وبعدين بعد فوق ده لازم اشوف البوزيشنز كمان واقارنهم ببعض، يبقى اكيد هي ايه؟ مور اكسبنسيف، يبقى اكيد
يبقى الإجابة هنا الصح هي more expensive، والإجابة هنا الصح إيه؟ هي yes. أوكي؟ أتمنى إيه؟ يكون الإجابات واضحة. طيب، بسرعة هنعدي على حاجة تانية اسمها zones. لو أنا عندي في الدوكيمنت zones دي بتتكلم على fields، لو أنا عندي أكتر من field في الدوكيمنت، يعني مثلا أنا عندي دوكيمنت فيها تايتل، فيها ابستراكت، فيها ريفرنسز، فيها بادي. اوكي؟ طيب دول انا هعملهم اندكسنج كلهم على بعض كده ولا لا؟ لو انا عملتهم اندكسنج كلهم على بعض يبقى انا مش هقدر افرق ما بين الفيلدز دي، يعني مش هقدر اقول مثلا ايه اليوزر ما يقدرش يقول لي انا عايز الدوكيومنتس اللي هي ظهرت في التايتل فيها كلمه مثلا يونيفرستي وظهرت في الابستراكت بتاعها كلمه الكسندريا. اوكي؟ وفي الريفرنس ظهرت ميرلن، مش هقدر اعمل كده. اوكي؟ لو حطيت كله على بعض. ففكره هنا زونينج كل فيلد في تكست اسمه زون. فالزونز هنا عايز اعمل لها اندكسنج بحيث ان انا اليوزر يقدر يسيرش في زونز مختلفه. يقدر يحدد انا عايز اسيرش في زون معين، ممكن يعمل اند ما بين تو زونز مختلفين. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ يبقى لازم في الاندكس افرق ما بين الزونز المختلفه. يعني مثلا هنا كلمه ويليام انا ممكن اعمل في الاندكس يبقى ويليام اللي ظهرت في الابستراكت غير ويليامز اللي ظهر في التايتل غير ويليام اللي ظهر في كاوثر. تمام؟ يبقى انا هنا ويليام الابستراكت ظهر في دوكيومنتس 11 و121 وهكذا، التايتل ظهر في 2 و84، يبقى كاني بتعامل معاهم تيرمز مختلفه تماما. يبقى انا كده عملت انكودنج للزونز فين؟ في الديكشنري. ما تنسوش ان ده الديكشنري. اوكي؟ دي طريقه من الطرق. يبقى انا وانا بعمل بارسنج او وانا بقرا الدوكيومنتس في الاول في الاندكسنج بشوف وانا في الابستراكت يبقى ده ويليام ابستراكت. على التايتل يبقى انا ده ويليام تايتل وهكذا. الطريقه الثانيه ان انا احطها في البوستنجز، يبقى ويليام موجود له بوستنج ليست واحده فقط، ولكن لما اجي اقول انه ظهر في الدوكيومنت رقم 2 هقول ظهر في انهي فيلد كمان. يبقى ظهر في الاوثر وظهر في التايتل هنا في الدوكيومنت رقم 2، هنا ظهر كاوثر بس، هنا ظهر كتايتل بس وهكذا. يبقى انا هنا عملت انكودنج للزونز في البوستنجز، هنا عملت انكودنج في الديكشنري. تمام؟ دي بس ايه يعني مقدمه سريعه على ازاي اعمل اندكسنج لو انا عندي اكتر من فيلد. اوكي هنا هنوقف بالنسبه للاندكسنج، هاخد يعني سؤالين ثلاثه منكم، افتح المجال للاسئله، اللي عنده اي سؤال يرفع يعني يرفع ايده، وانا ان شاء الله هاخد سؤالين او ثلاثه باذن الله. انا يعني عندي صعوبه ان انا اشوف مين مين اللي رفع ايده. اوكي. استاذ محمد رمضان اتفضل. انا اسف معلش، اعمل ان ميوت تاني. انا اسف اتفضل. جزاكم الله عنا كل خير يا دكتور. انا وياكم. بالنسبه هو سؤال سريع بس عشان البروكسيماتي الكويري، حضرتك جيت ومايكروسوفت وكتبت رقم 3، رقم 3 ده خاص بايه؟ ريليتد بايه؟ ما هو ده اللي انا بقول، انا عايز الدوكيومنتس اللي فيها جيتس ومايكروسوفت ما بينهم كام كلمه؟ بالكتير ماكسيمم. يعني مثلا لو كتبت واحد يبقى انا اسمح بان يكون في كلمه واحده بس ما بينهم او زيرو. لكن لو اكتر من كده يبقى انا كان الدوكيمنت دي مش ساتسفاينج الكويري بتاعتي. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. طيب استاذ او اخت اديب نور، انا الحقيقه مش عارف، اديب نور اتفضل او اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا استاذ اديب اتفضل. العافيه دكتور، دكتور اديب نور معك. اول شيء دكتور اديب انا اسف معلش. لا ما فيش مشكله. دكتور بس انا عندي سؤال سريع اتفضل. الان احنا بنتعامل مع الكي ار مع ان ستراكشر داتا، هل خلال الكورس حنتعامل حنوصل لمرحله نتعامل مع الستراكشر داتا لما نعمل مثلا سيمانتيك ريبريزنتيشن ولا لا، ولا اونلي وي تريت از ا فري تكست؟ لا احنا تعاملنا كله ان ستراكشر. هو بس يمكن الحاجه الوحيده الستراكشر هي اللي لسه قايلها من شويه اللي هي زونز وكده لو في فيلدز، لكن التعامل بتاعنا كله على الان ستراكشر. ستراكشر احنا عندنا داتا بيزز بقى، لكن كل تعامل الاي ار في الان ستراكشر داتا. طبعا في سبيشال كيسز، يعني مثلا في شغل في الاي ار على الاكس ام ال يعني بيسموه سيمي ستراكشر،
تمام. فده يعني يعتبر ادفانسد توبيك شويه، لكن احنا في الكورس ده يعني في طبعا شغل في سيمي ستراكشرد داتا وتكست زي اكس ام ال زي ما قلت، لكن احنا في الكورس هنا يعني للاسف ما فيش وقت ان احنا نغطي حاجه زي كده، فكل شغلنا هيبقى على الانستراكشر. ما باخذ وقت الزملاء ولا وقت حضرتك، بس انت عارف الان اغلب محركات البحث العالميه وكانت ياهو هي الليدر في الموضوع تحولوا على سيمانتيك ريبريزنتيشن للتكست عشان النتائج حقت الكواري تكون بشكل اقوى. فانا كنت اقول حتى لو مش حنغطيه دكتور، لو تتكرم تبعت لنا ستيت اوف ذا ارت فيما يخص عشان الواحد لو عاوز يكمل يبدا من هذا. طيب انا معلش انا ما خدتش بالي من الجزء الثاني من السؤال، هو سيمانتيك ريبريزنتيشن مش يعملوش علاقه بالستراكشر؟ فانا جاوبت على السؤال بتاع الستراكشر. سيمانتيك ريبريزنتيشن طبعا احنا هنغطيه في الكورس ده، اخر ثلاث محاضرات هيبقوا على السيمانتيك ريبريزنتيشن، فابقى معنا ان شاء الله، ستي تيون. شكرا جزيلا. عفوا. هناخد سؤال كمان بما ان الاسئله الحقيقه يعني ما شاء الله اسئله رائعه. استاذ عماد سالم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا على المجهود الرائع دكتور. جزانا وياكم. كان عندي طلب بعد اذنك لو كان يعني الوقت يسمح بحضرتك تشرح ذلك. احنا انا من الناس اللي مش مشاركين في التدريب العملي وعارف انه بدا من امس، وحابب ان انا اشتغل بارلل معكم زي حضرتك ما تفضلت، يعني ان لم يسمح الحضور بوجودنا. فهل ممكن حضرتك في اخر المحاضره اليوم تعطينا فكره عن ايه المطلوب ان احنا نفذه، او ما الذي يعني يحدث في غرفه التدريب العملي حتى تكون لنا فرصه؟ يعني طلعت دخلت على الجيت هاب وجدت ان في كود على البايثون وفي يعني بعض الداتا، بس يعني نظره سريعه كده حضرتك تعطينا فكره ان المفروض خلال التدريب العملي امس كان المفروض اللي صار كذا، والنهارده المفروض ان احنا زي ما يكون يعني هوم ورك لينا او تدريب لينا بحيث ان احنا نستطيع ان احنا نشتغل البارل عشان تكون الفائده تعم اذا لم تتح الفرصه ان احنا نكون موجودين معكم فيها. طيب جزاكم هو للاسف الوقت بس يعني ما يسمح لناش ان احنا نغطي العملي في النظري، الوقت ضيق جدا، ولكن هو احنا بنحاول لو حضرتك بصيت على النوت بوكس اللي هي بتاعت العملي هتلاقي فيها انستراكشنز اوريدي، يعني كل سيل انت لو عملت لها ران يعني مكتوب دوكيومنتيشن حتى يعني شرح الى حد كبير للخطوات دي. فمعلش الوقت يعني للاسف احنا حتى انا مش قادر حتى اغطي الحاجات اللي انا محتاج اغطيها عشان العملي بتاع النهارده، فالوقت للاسف ضيق جدا. فمعلش اظني ان انا مش هقدر اغطي يعني مش هقدر حتى ادي مقدمه، لكن ممكن ابعت لي لو عندك اي اسئله وابعته لللاب انستراكتورز لو عندكم اي اسئله، وهم ان شاء الله لو نقدر نجاوب هنجاوب، لكن للاسف صعب جدا في وقت المحاضره ان احنا نغطي المعمل. ولكن زي ما قلنا الماتيريال موجوده اعملوها، وبعدين انا يعني المشكله دي ان احنا ما عندناش عدد كافي عشان يغطي المعمل. انا اتمنى بقى بالكورس ده ان ده الناس ان شاء الله اللي حضر الكورس ده يبقوا مؤهلين ان هم يشتركوا معايا بقى النسخه اللي جايه ان شاء الله، يعني بعضكم يبقى يقدر يغطي الماتيريال بتاعت اللاب بحيث ان احنا نقدر نوسع بقى ناخد عدد اكبر ان شاء الله المره الجايه باذن الله لو فينا عمر يعني وفي نصيب ان شاء الله نعمل الكورس ده مره ثانيه. فمعلش سامحني ان انا ايه يعني هحاول لو في وقت ان شاء الله احاول، ولكن يعني اعتقد هيبقى صعب قوي. يعني انا عارف انت قصدك فكره، بس يعني هحاول ان شاء الله احاول قد ما اقدر لو في وقت. طيب نكتفي بهذا القدر من الاسئله دلوقتي و ناخد نكمل المحاضره لان الوقت الحقيقه يعني ايه صعب جدا. بري بروسيسنج، طب احنا اتكلمنا على الاندكسنج، دلوقتي عايزين نتكلم على البري بروسيسنج. خلينا نفتكر هو البري بروسيسنج فين بالظبط. احنا قلنا الاندكسنج عباره عن ثلاث خطوات لو فاكرين، توكنايزيشن ونورماليزيشن او البري بروسيسنج اللي احنا بنسميه بري بروسيسنج، وبعدين الاندكسنج. الاندكسنج احنا شفنا بيتعمل ازاي. اول خطوه فيه كان موضوع البري بروسيسنج ده ان احنا نحول الدوكيومنتس لتيرمز، فهو ده بقى اللي احنا عايزين ايه نتكلم فيه دلوقتي. طيب الهدف البري بروسيسنج ايه؟ ان احنا نعمل ترانسفورميشن معين. ترانسفورميشن يعني ايه بالعربي؟ يعني تحويل. هنحول التكست النص اللي احنا عندنا ده لريبريزنتيشن معين موستلي باج اوف ووردز نحطه في الاندكس، وكذلك نعمل نفس الترانسفورميشن على الكويري نحولها برضه باج اوف ووردز، وبعدين نقارن الاثنين دول ببعض. اوكي
ده اللي احنا بنسميه بري بروسيسنج. الترانسفورميشن اللي احنا عايزين نعمله ده من الدوكيمنت والكويري للريبرزنتيشن اللي احنا هنعمله ماتشنج هو ده اللي احنا بنسميه بري بروسيسنج. وانس طلعنا التيرمز طبعا من ناحيه الاوفلاين هنعمل اندكسنج، من ناحيه الاونلاين هنعمل الماتشنج والرانكينج اللي احنا ان شاء الله هنبتدي نتكلم فيه بقى ايه من المحاضره رقم 4. طيب ايه الستبس اللي احنا بنعملها في البري بروسيسنج دي؟ ثلاثه ستبس. اول حاجه اسمها تيكونايزيشن ستوبينج ستيمينج او نورماليزيشن. هي الثالثه دي المفروض يبقى اسمها نورماليزيشن ولا سيستم. ستيمينج از ستيب من او احد الحاجات اللي بنعملها في النورماليزيشن، فسامحوني ذيس از المفروض تايب. طيب الاوبجكتيف للبري بروسيسنج ايه؟ ان انا الاقي التيرمز اللي هي هتديني اعلى اداء للسيرش انجن من ناحيه الافكتيفنس، جوده الريزلتس. ان انا احاول اعمل ماتشنج بطريقه تخلي لي ريزلتس فعلا كويسه احسن حاجه ممكنه. طيب هناخد نشوف ايه معنى الكلام ده. قبل ما نبتدي التوكنايزيشن اصلا عندنا بروبلم ان احنا انتوا عارفين في التكست اللي احنا بنتعامل معاه هو اصلا زيروز وونز اصلا، يعني فعليا اللي على الديسك او في الميموري هي زيروز وونز صح؟ فاحنا لازم نحولها لكاركترز. كاركترز دي معناها ان احنا لازم نعرف الانكودنج ولازم نعرف اللانجوج، كل الكلام ده بيتعمل قبل التوكنايزيشن اصلا. يبقى لازم اعرف الانكودنج بتاع التكست اللي انا شغال عليه، لازم اعرف اللانجوج، كل دي تعتبر كلاسيفيكيشن بروبلمز بس احنا هنفترض ان احنا ايه عارفينها اوريدي. الحاجه الثانيه عايزين نحددها هي ايه اللي احنا هنعمله اندكسنج. اتكلمنا على الموضوع ده قبل كده، ايه اليونت بتاعه الاندكسنج؟ ما هو احنا لو انتم فاكرين الاندكس في البوستنج، في البوستنج في الاي دي بتاع الدوكيمنت. طب ايه الدوكيمنت دي اللي هي ايه؟ هل هي كتاب؟ هل هي تشابتر؟ هل هي ايميل؟ هل هي تويت؟ هل هي جمله؟ هل هي ايه؟ ايه بالظبط؟ فده لازم نحدده، ده لازم يتحدد قبل التوكنايزيشن. تمام؟ طيب طبعا ده بيعتمد على ايه؟ يعني ازاي انا احدد اليونت بتاع اللي انا هعمل لها ايه؟ ازاي احدد الدوكيمنت؟ احددها طبعا على حسب التاسك اللي انا بعمل سيرش على ليها. يعني ايميل سيرش غير ويب سيرش غير ليجل سيرش غير بوك سيرش، كل الكلام كل الحاجات دي مختلفه. التايب بتاعت اليوزرز، اليوزرز بيكتبوا الكلام ازاي؟ كل الكلام ده، او اليوزرز عايزين ايه؟ منتظرين ايه من السيرش انجن؟ منتظرين سيرش انجن يرجع لهم ايه؟ فالكلام ده لازم الديزاينر بتاع السيرش انجن يفهمه كويس عشان يعرف هو الاندكسنج. ما هو الاندكسنج لازم اليونت اللي هترجع لليوزر، يبقى لازم ده يبقى فعلا ساتسفاينج اليوزر، لليوزر متوقعه من السيرش انجن. طيب اول حاجه التوكنايزيشن. التوكنايزيشن يعني ايه؟ يعني تفريق الكلمات. يبقى انا من عندي من الجمل او من النص عايز اطلع الكلمات. يعني مثلا لو عندي وبسمي الكلمات دي توكنز دلوقتي خلاص، يبقى اللي انا بيطلع من التوكنايزيشن بيسمى توكنز. يعني ايه؟ مثال عندي فريندز كوما رومانز اند كونتري مان، يبقى انا عايز اطلع التوكنز. التوكنز هنا هتبقى ايه؟ هتبقى فريندز من غير كوما. يبقى انا كاني ايه؟ كاني فصلت الكلمات. يبقى التوكنايزيشن بيعمل ايه؟ بيفصل الكلمات عن بعض. ازاي؟ رولز معينه، هيوريستكس، عاده بتبقى هيوريستكس. اوكي؟ يعني ابسط حاجه في الانجليزي او في العربي حتى، ابسط حاجه ايه؟ عشان افصل الكلمات عن بعض، ما انا التكست عندي سيكونس من الحروف صح؟ طب انا عايز افصل اجيب الكلمات، افصلهم ازاي؟ ابسط حاجه ايه؟ اي سبيس، كل سبيس او مفترض ان خلاص السبيسز اللي ورا بعض بتفصل الكلمات. يبقى انا هنا في سبيس، في هنا في سبيس، هنا في سبيس، هنا في سبيس، يبقى دي الكلمات. طب هتظهر لي حاجات علامات الترقيم، لو هنا في نقطه مثلا، هنا في كوما، طب اعمل ايه؟ برضو افصل عليها. دي ابسط حاجه، افصل على عند علامات الترقيم والسبيسز. لو عملت كده خلاص يبقى وصلت للتوكنز. يبقى التوكن هو عباره عن ايه؟ سيكونس من الكاركترز. لسه ما بقاش ترم، خلي بالنا من المصطلح هنا، مصطلحات الترمينولوجي. توكنز لسه المرحله اللي بعديها هتبقى ترمز. الترمز دي اللي هي هتبقى في الديكشنري، التوكنز مش هي اللي في الديكشنري لسه احنا في الخطوات. تمام؟ يبقى ده موضوع توكنزيشن. طب ده موضوع سهل قوي، ده سبيسز وخلاص، سبيسز ودوتس والكلام ده وعلامات الترقيم وسيمي كولونز وكولون وكل الحاجات علامات الترقيم اللي احنا عارفينها دي واكسكلاميشن، خلاص هنطلع الكلمات. لان انا لما اعمل كده طبعا انا مفترض ان الحاجات دي مالهاش لازمه. يعني ايه معنى ان انا بفصل عليها؟ ان خلاص انا بحولها بتخلص منها. يبقى كان الكوما هنا مالهاش لازمه
كان الدوت هنا ملهاش لازمه، وهم فعلا ملهمش لازمه بصراحه في السنتنس دي يعني. وهكذا. خلاص يبقى الموضوع بسيط جدا وسهل. يعني الموضوع يعني مش محتاج بقى محاضره بصراحه. طيب خلينا بقى نشوف بقى المشاكل. خلينا نشوف ايه الحاجات اللي المفروض ان احنا نفكر فيها. وهتلاقوا الجزء ده من المحاضره بالتحديد دايما انا بقولها في المحاضرات دي، محاضره البري بروسيسنج بالتحديد. هتلاقوني بقول مشاكل اكتر ما بقول حلول. لان الحلول مفيش حلول بيرفكت. في زي ما قلت هيوريستكس رولز، بنستخدم بعض الرولز. اوكي؟ لكن في مشاكل، المشاكل ممكن ما نعرفش نحلها بطريقه يعني ايه اوبتيمال. فهتلاقوني ايه بقول لكم ايشوز، يعني مشاكل اكتر من ان انا ايه بقول لكم حلول ليها. طيب يبقى مشكلتنا هنا هي ايه التوكنز اللي احنا ايه نطلعها. طيب خلينا نفكر بقى في نشوف بعض الايشوز اللي في موضوع التوكنايزيشن ده. اول حاجه، حاجه زي دي مثلا فينلاند كابيتال. طيب دي المفروض ايه لو انا شلت الابوستروفي دي، لو انا قلت ان انا هسبليت على الابوستروفي. طيب اصبحت ايه؟ اصبحت يا اما فينلاند لوحدها واس لوحدها، طبعا اس لوحدها دي مالهاش معنى. يا اما اقول ايه انا هربط الاثنين ببعض، يبقى انا هشيل الابوستروفي بس هربط الاثنين ببعض تبقى فينلاند، ولا اخليها اصلا؟ يمكن تنفعني، يمكن احب ان انا افرق ما بين فينلاند ككلمه لوحدها وفينلاندز اللي هي معناها ان في حاجه وراها تبعها. حسب اللي انا متوقعه من الكويز من اليوزر، هل اليوزر هيحتاج حاجه زي كده؟ لو اليوزر هيكتب حاجه زي كده يبقى انا المفروض ان انا اخلي بالي واخليها. لو اليوزرز بتوعي مش هيستخدموا حاجه زي كده يبقى غالبا انا هشيلها. مش واضح ايه الاوبتيمال هنا. مش واضح. لازم ندرس اليوزرز بتوع السيستم. اوكي لازم نعرف هم عايزين ايه؟ هم اكسبكتد ايه؟ ايه التايبس بتاعت الكويريز اللي هم بيكتبوها؟ حاجه ثانيه اتش بي هيرويت باكر، هل هي 1 توكن ولا 2؟ لان في هايفن هنا، لو انا شلت الهايفن دي اصبحت كلمتين، طب انا عايز افصلهم فعلا؟ كلمه ستيت اوف ذا ارت، هل انا عايز افصل الهايفنز دي؟ طب كلمه لوور كيس ساعات بتتكتب كلمه واحده ساعات بتتكتب بهايفن. طب ايه المشكله لو انا فصلت على الهايفن هنا؟ ان اصبحت كلمه لوور كيس مختلفه عن كلمه لوور مختلفه عن كلمه كيس. فلما اجي اعمل ماتشنج، ما الماتشنج بيحصل ازاي؟ من الاندكس صح؟ الكويري بعمل الكلمات اللي فيها بعملها ماتشنج مع الاندكس. لو الكلمه اللي في الكويري مش موجوده في الديكشنري عندي يبقى خلاص مش هرجع لها حاجه. يبقى كانها مش موجوده اصلا في الكوليكشن بتاعي. خلاص؟ فدي مهمه جدا الماتشنج، يعني البري بروسيسنج ده هو ده يعني اهم حاجه فيه، انه يساعدني ان انا اعمل ماتشنج كويس. فانا مثلا عايز اعمل ماتشنج للناس اللي هي بتعمل تكتب لوور كيس من غير هايفن، والناس اللي بتكتب لوور كيس بهايفن، بحيث ان هم لما يجي لي واحده يبقى اعملها ماتشنج كانها الثانيه. يبقى الدوكيمنتس اللي فيها اي واحده من الاثنين دول تماتش. يبقى لازم افكر اعملها ازاي. اوكي دي ايشيو سان فرانسيسكو. طب دي بقى ما فيهاش هايفن، يعني احنا قلنا الهايفنز خلاص ممكن سيدي الهايفنز يعني نعالجها بطريقه سبيشال شويه. طب في حاجات ما فيهاش هايفنز، سان فرانسيسكو، ريفر نايل، نيويورك. طب دي 1 توكن ولا 2؟ لازم نفكر. ممكن نستسهل ونخليها واحد وخلاص، بس هل ده هيساعدني في ان انا ارجع النتائج صح؟ محتاج افكر فيه. الارقام، في كتير ممكن يقول لك طب الارقام دي ما يعني مين بيدور على الارقام يعني؟ شيلها وخلاص. افتكروا كده في الكمبيوتر ساينس لما بنحب بيطلع لنا سينتاكس ايرور، بيطلع رقم صح؟ بناخد الرقم ده بنحطه على جوجل بيطلع لنا ستاك اوفر فلو، مش كده؟ لو جوجل مش بيندكس النمبرز انتهت، يعني ثلاث ارباع عالمنا في البروجرامنج هيتدهور صح؟ ده مثال طبعا. الارقام مهمه، الارقام مهمه، في ارقام مهمه، مش كل ارقام يعني مش مهمه طبعا. ارقام السنين، تواريخ السورس، الكورس كودز، التليفونات، الارقام دي مهمه. فلازم نفكر هنعالجها ازاي، مش بس ان احنا نحتفظ بيها وخلاص، لكن في حاجات محتاجين يعني نعمل لها نورماليزيشن ترانسفورميشن. يعني مثلا ده وده لا وده الحقيقه 3 20 دي المفروض تبقى 20. اوكي دي المفروض 20. وده الثلاث حاجات دول زي ما هم
ولكن لو خدناها كتوكنز هم مش مختلف، مش زي بعض، لازم نعمل لهم ترانسفورميشن. فيعني لازم نعمل هاندلنج بطريقه معينه للارقام. يو ار ايلز، طب احنا لو قلنا النقط اللي في نهايه الكلمات في نهايه الجمل هنعمل سبليت عليها ونشيلها، طب ما هو النقط هنا مش هنقدر نشيلها، لو شلناها اتدمر اليو ار ال، يبقى لازم نعالج اليو ار ايلز بطريقه معينه. سوشيال ميديا، الهاش لو قلنا هنوقف على كل هاش ضاعت الهاشتاجز، ضاع يعني موضوع كبير في السوشيال ميديا. الات، يعني في حاجات لازم تعمل لها ايه سبيشال هاندلنج. حسب ايه بقى؟ حسب الدومين بتاعك، حسب المجال بتاعك، انت بتعمل سيرش في ايه بالظبط، يبقى لازم تفكر هل الحاجات دي مهمه بالنسبه لليوزرز اللي هيستخدموا السيستم بتاعك ولا لا. في حاجات اللي احنا قلناها دي حاجات لانجوج اندبندنت، في حاجات بقى بتعتمد على اللغه نفسها، زي ايه؟ في اللغه الفرنسيه مثلا ال بيسموها ايه؟ نسيت ال اكسون، الاكسون هل دي اشيلها ولا لا؟ اوكي، لان لو شلتها هتبقى كلمه يعني مش يعني محتاج ان انا اعمل لها هاندلنج بطريقه معينه. اوكي، يعني مثلا الكلمه دي انا محتاج ان انا اعمل لها ماتشنج مع دي. اوكي، مثلا في اللغه الالمانيه دي كلها كلمه واحده، تخيلوا دي كلها كلمه، طبعا هحتفظ بيها ولا اعمل لها سيجمنتين ولا ايه بالظبط؟ يعني هل هقسمها؟ يعني في حاجات بتبقى ريلي كومباوند، وطبعا عارفين الكلام ده في العربي بقى، العربي طبعا يعني عارفين. اوكي، في كلمه واحده يعني معقده، يعني ممكن كلمه واحده بترجمتها من الانجليزي 3 4 كلمات. طيب هنعمل لها ايه؟ هنشيل الحاجات دي ولا هنتكلم على النقطه دي يعني بتفصيل اكتر بعد قليل. في لغات بقى ما فيهاش سبيسز اصلا، يعني احنا بنتكلم على ابسط حاجه ان احنا السبيسز وربنا سهل. طب في لغات ما بيستخدموش سبيسز، يعني الصيني والياباني ما بيستخدموش سبيسز، هو كل حاجه ورا بعض. طب دي بقى هنعمل فيها ايه؟ هناخد كل الدوكيمنت بكلمه واحده؟ طبعا لا. في بقى هنا الجوريزمز اسمها سيجمنتيشن، بيعملوا سيجمنتيشن بطريقه معينه، بياخدوا عدد معين من الحروف وهكذا، يعني مش هنخش طبعا في التفاصيل، ولكن سيجمنتيشن لازم، ده مهم هنا، لان لازم اطلع توكنز، مش هينفع ان انا اعمل اندكس من وداوت توكنز، لازم اطلع توكنز في الحاله دي. ففي طرق في اللغات دي بالتحديد لازم تتعمل عشان اعمل سيجمنتيشن، ان انا افرق بعض مش هسميهم بقى كلمات بقى، مش عارف هم بيسموهم ايه الحقيقه، يعني ولكن بعض الكونستراكتس بتاعت اللغه عن بعضها. طيب الكومن براكتس ايه؟ ان انا بسبليت على نون ليتر كاركترز وبزود لو في سبيشال كيسز بعملها. طبعا على حسب بقى الدومين، السوشيال ميديا مثلا، يو ار ايلز، الميديكال، ساعات البروتين نيمز انا مش عايز افصلهم عن بعض، يعني بتعتمد بقى على الايه؟ على الدومين بشكل كبير. طيب ده موضوع التوكنايزيشن، ايشوز كتيره قوي وبتعتمد على اللغه، بتعتمد على الدومين. طيب نيجي للنقطه اللي بعد كده، الستيب اللي بعد كده، الخطوه اللي بعد كده، ستوب وورد ريموفال. يعني ايه ستوب وورد ريموفال؟ الجمله دي، بصوا للجمله دي، This is a very exciting lecture on the technologies of text. لو جينا فكرنا هي ايه الكلمات اللي في الجمله دي فعلا ليها معنى، اللي بتعبر عن التوبيك بتاع الجمله دي؟ هنلاقي انا ممكن اشيل الكلمات دي ويبقى التوبيك خلاص كفايه. Exciting lecture technologies text، هم دول الكلمات المهمه. بقيت الكلمات دي الحقيقه يعني مع احترامي ليهم يعني هم مهمين جدا عشان نفهم الجمله، ولكن مش بيعبروا عن التوبيك قوي يعني. يعني this is a very on the off ما لهمش معنى فعليا، ولكن مهمين للستراكشر طبعا بتاع الجمله. اوكي، لازم مثلا زي عندنا في اللغه العربيه حروف الجر مثلا مهمه طبعا جدا عشان نفهم، ولكن التوبيك اللي هي aboutness اللي هي عن ايه، بنتكلم عن ايه، ما تخشش فيه الكلمات دي لحد كبير في المعظم طبعا. تمام، فخلينا نشيلهم خلاص، مش محتاجينهم، ممكن نشيلهم خالص وكده يبقى حتى هنوفر كتير في الاندكس. ليه بقى؟ لان الكلمات دي لو شفتم اسمها ستوب ووردز، الكلمات دي very common، يعني كلمه ذا مثلا في الانجليزي، يعني تخيلوا مثلا لو عندي كوليكشن 10 مليون دوكيمنت، كم دوكيمنت هيبقى فيها كلمه ذا؟
ال 10 مليون تقريبا يعني، يعني هيبقى الا لو دوكيمنت فاضيه مثلا بالغلط اكيد يعني 99.9 من الدوكيمنتس هيبقى فيه كلمه ده. طيب تخيلوا بقى كده في الاندكس لو انا سبت كلمه ده دي ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عندي بوستنج ليست طويله جدا فيها كل الدوكيمنتس، فالاندكس يعني هيبقى حاجه جميله جدا. فعاده الستوب ووردز دول رغم انهم عددهم قليل يعني بالنسبه لعدد الكلمات اللي في الكوليكشن، ممكن كلمات الكوليكشن كلها يبقى مثلا ملايين الكلمات، ولكن عدد الستوب ووردز مثلا هيطلعوا مثلا 30 40 كلمه 50 كلمه. ال 30 40 50 كلمه دول بيمثلوا تقريبا 30% او 40% من التكست كله عاده، بنتكلم يمكن هنا على الانجليزي بالاخص. تخيلوا 30 40% من الكلمات هي ستوب ووردز اللي هي الكلمات اللي هي ايه يعني مش بتدل قوي على المعنى او مش بتدل قوي على الموضوع اللي بنتكلم عليه، ولكن طبعا هي مهمه طبعا لفهمنا احنا. يعني احنا لو شلنا الكلمات دي من الجمله قلت لك اكسايتنج ليكتشر تكنولوجيز تكست هتقول لي ايه ده مش فاهم انا ايه ده، اوكي صعب شويه. لكن الاباوتنس موجود، اوكي. طيب طبعا في ستوب ووردز كمان بتظهر مع الوقت، يعني مثلا زي الرمز بتاع ريتويت ار تي في التويتس مثلا، فاصبحت دي ستوب وورد انها بتظهر كتير جدا. طيب طيب يبقى احنا نشيل الستوب ووردز وخلاص ونخلص، هو طبعا هنشيلهم اوكي، بس هل دايما لازم نشيلهم؟ يعني هل واحنا مغمضين كده خلينا نشيل الستوب ووردز يا جماعه ما لهمش لازمه؟ طيب خلينا نشوف حاجه زي كده. لو انا عندي كويري زي دي تو بي او نوت تو بي، تعرف في طبعا الجمله الشهيره بتاعت في احد المسرحيات او القصص بتاعت شكسبير تو بي او نوت تو بي. طب الجمله دي فيها كام ستوب وورد؟ هم كلهم ستوب كلهم ستوب ووردز اوكي. يبقى انا لو دورت لو انا في السيرش انجن كتبت تو بي او نوت تو بي والسيرش انجن كان بيشيل الستوب ووردز، احنا قلنا خلي بالكم نعيد تاني نقطة مهمة، اللي احنا بنعمله في الدوكيمنتس هنعمله بالظبط في الكويري. يعني لو الكويري فيها لو احنا بنشيل الستوب ووردز من الدوكيمنتس يبقى هنشيلها من الكويري، لو احنا بنعمل توكنايزيشن نفس التوكنايزيشن اللي بنعمله في الدوكيمنتس هنعمله في الكويري خلاص. طيب يبقى احنا لو شلنا الستوب ووردز كلها خلصت انتهت خلاص، يبقى الكويري دي مش هنرجع لها حاجة أصلا، لأن مش مفيش حاجة في الاندكس أصلا، لا تو ولا بي ولا اول ولا نوت مش موجودين. طيب يعني في الحاله دي طبعا اليوزرز جوجل هيبقوا مبسوطين جدا اوكي. طيب يمكن دي هتقول لي يعني خلاص يعني زنقت الجمله بتاعت شكسبير دي، هنعمل الاندكس هنخلي فيه كل الكلمات دي عشان شكسبير. طيب خلينا نشوف الكويز دي، فلايتس تو دوحه فروم لندن وفلايتس فروم لندن فروم دو سوري فلايتس تو دوحه فروم لندن وفلايتس فروم دوحه تو لندن، ايه الفرق؟ طبعا فرق كبير، يعني انا عايز واحده عايزه من لندن للدوحه واحده عايزه من الدوحه لندن خلاص، دي كويرز. طبعا انا لو شلت الستوب وورد ايه اللي هيحصل؟ بقول اتنين حاجه واحده، فلايتس دوحه لندن 100 خلاص، يبقى انا كده ايه الاثنين بقوا زي بعض، واليوزر اللي هو عايز فلايتس تو دوحه فروم لندن هيدي له نفس الريزلتس زي اليوزرز اللي عايز فلايتس فروم دوحه تو لندن. تمام؟ طبعا مش تمام. اوكي؟ يبقى معنى كده ان الستوب ووردز دول ساعات sometimes بيبقوا مهمين جدا. طب يعني نشيلهم ولا ما نشيلهمش؟ نعمل ايه طيب؟ في الويب سيرش حاليا لان السيرش انجنز الحقيقه عندها يعني ريسورسز مش بيشيلوهم، يعني انتوا لو رحتوا لجوجل ما تروحوش دلوقتي الله يخليكم عشان خليكم معايا. لو رحتوا لجوجل بعد المحاضره وكتبت تو بي او نوت تو بي هيطلع لك ريزلتس طبعا. هيطلع لك ريزلتس. معنى كده ان هم they keep السيرش الستوب ووردز اوكي. طيب بس انا قلت ان هم هيخلوا الاندكس كبير، عندهم بقى ريسورسز وعندهم كومبريشن، في كومبريشن تكنيكس طبعا، في شغل على الكلام ده، في ريسيرش بيتعمل على ال 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 الكومبريشن تكنيكس، ان هم يعملوا كومبريشن للاندكس بحيث ان هم ما ياخدش مساحه كبيره، في نفس الوقت يخلوا ستوب ووردز. على فكره كل الايشوز اللي احنا قلناها لغايه دلوقتي في البري بروسيسنج واللي هنقولها في بقيه المحاضره دي ريسيرش بروبلمز، اوبن ريسيرش بروبلمز، وحلولها مختلفه في لغات مختلفه. اوكي؟
طيب فجوجل والسيرش انجنز حلوها ازاي؟ حلوها بكمبيوتيشن تكنيكس، وحلوها كمان ان هم بيعملوا اوبتمايزيشن اثناء الكويري، ان لما يجي لهم ستوب وورز مش بياخدوا وقت طويل. يعني في حاجات كده بيعملوها في الكويري بروسيس، للاسف مش حاليا ده مش هنلحق نغطيها في الكورس، بيخلوهم ما ياخدوش وقت طويل. ما هي مشكله البوستنج ليست الطويله قوي دي ايه؟ مش بس الستورج، مش بس السبيس، المشكله كمان في الاونلاين فيز. لما باجي اعمل كويري بروسيس، لما اجي اعمل اند زي ما شفنا في الميرج الجوريزم، قلنا ان بلس ام صح؟ فام دي هتبقى كبيره جدا. فهم في طرق بتتعمل، طبعا اللي احنا خدناه ده هو بيزك الجوريزم، لكن في مور افيشنت الجوريزمز بتتعمل عشان تسرع البروسيسنج، كويري بروسيسنج في الحالات دي. اوكي؟ فاللي بيحصل فعليا هي بتتساب، ولكن انت ممكن في الابلكيشن بتاعك مش ممكن ده تقول لا انا اي كانوت افورد، انا ما عنديش ريسورسز كافيه، لا ستورج ريسورسز عشان الاندكس، ولا وقت اثناء الكويري ان انا اعمل الكلام ده، فلا انا هشيل ستوب ووردز، واللي عايز تو بي ونوت تو بي بقى يبقى ايه؟ ما يجيليش. اوكي؟ فممكن ده ذاتس ا ديزاين تشويس، بس لازم طبعا يبقى مدروس، يبقى لازم تعرف اليوزرز بتوع الانجن بتاعك ده هيعملوا ايه. اوكي؟ الكومن براكتس ان احنا بنشيل الستوب ووردز خلاص، ده الكومن اتليست في الريسيرش تقريبا بنشيلها. ولو احنا هنتكلم عن النقطه دي هنرجع لها تاني لما نتكلم بقى، زي ما دكتور اديب كان بيسال تقريبا على حسب ما انا فاكر في السيمانتيك سيرش، هنرجع لها النقطه دي تاني. اوكي؟ هنشوف اذا كان المفروض نشيلها ولا لا. ولكن الكومن براكتس ان احنا بنشيلهم. طبعا الستوب وورد ليس موجوده في كل اللغات، حتى بالعربي في على حسب بقى اللايبرز طبعا اللي احنا بنستخدمها، لكن موجوده، وموجوده كمان سبيشال ستوب وورد ليس في بعض الابلكيشنز. وانت كمان ممكن يعني انت ده سؤال هسيبه لكم، هتلاقوا الاسئله عليها النجمه الذهبيه دي، دي اسئله ليكم انتوا تفكروا فيها. اوكي؟ ازاي ان احنا نبني الليسته الستوب وورد ليست بتاعتي انا في الابلكيشن بتاعي؟ انا ممكن الابلكيشن بتاعي يكون ابلكيشن مخصوص دومين معين، عايز ابني له الستوب ليست، ابنيها ازاي؟ اوكي؟ وبعدين الكومن انا ايه بشيل الكلمات دي، امتى بشيلها؟ امتى بشيلها؟ بعد التوكنايزيشن مباشره. يعني بعد التوكنايزيشن بشوف الكلمه دي موجوده في الستوب ليست بتاعتي، لو موجوده خلاص اجنور ات، لو مش موجوده بكمل. اوكي؟ طيب بول سريعه، بول رقم 8. سألتمونيها. طيب نوقف البول كمان 5 ثواني. طيب شايفين الريزلتس دلوقتي، المعظم قال نعم التوكنايزيشن طبعا بيأثر على الريتريفال افكتفنس، والمعظم برضو قال ولو ان في يعني اختلاف شويه هنا في لخبطه شويه، هل ستوب ووردز شود يوجوالي هاف فيري هاي دوكيمنت فريكونسي ولا لا؟ طيب نشوف بقى
حل مع بعض. توكنزيشن طبعا بيأفكت الريتيفال افكت اوكي طبعا، لان لو زي ما قلنا مثلا لور كيس ولور كيس اللي فيها هايفن واللي من غيرها الكلمه واحده، لو انا الاثنين دول ما بقوش حاجه واحده طبعا في دوكيومنتس مش هترجع لي اصلا، فجوده الريزلت طبعا ممكن تتاثر فبتفرق طبعا. Stop words should usually have very high document frequency. يعني ايه؟ احنا قلنا document frequency قبل كده لو انتوا فاكرين. Document frequency اللي هي ايه؟ اللي هي عدد الدوكيومنتس اللي ظهر فيها الكلمه دي. فهنا السؤال بيقول ايه؟ الستوب words دول usually ليهم high document frequency بتاعتهم كبيره عاليه؟ طبعا، لان احنا زي ما قلنا كلمه مثلا زي ذا تظهر في documents كتيره جدا. كلمه زي تو، كلمه زي ان، كلمه زي very usually they have very high document frequency. فالاجابه هنا برضو yes. اوكي الاجابه هنا برضو yes. طيب اخر خطوه هنعملها في البري بروسيسنج ويا رب ان شاء الله نلحق لان الوقت هي ازف جدا. نورماليزيشن يعني ايه؟ دلوقتي احنا خلينا نشوف ايه السياق اللي احنا فيه دلوقتي. احنا عملنا ايه؟ عملنا توكنايزيشن، قسمنا طلعنا كلمات، شفنا طبعا في ايشوز كتير فيها، وبعدين شلنا الستوب ووز اللي هي كلمات ايه اللي هي بتتكرر كتير. طيب دلوقتي بقى عندي بقى ايه؟ بقى عندي لسه توكنز، لسه عندي توكنز، لسه ما بقوش ايه تيرمز. طيب لسه انا عايز اعمل في كلمات عايز اعمل لها نورماليزيشن. يعني ايه؟ يعني في كلمات لو انا بصيت على الحروف هتبقى مختلفه، هتبني مختلفه، لكن الكلمات نفسها انا عايزهم يبقوا زي بعض، عايزهم يعملوا ماتشنج. يعني ايه؟ زي مثلا دوكيمنت فيها there are few cars اوكي مكتوبه كده، والكويري مكتوبه كده car. طب انا عايز car تماتش cars. خلي بالكوا هنا في حاجتين، اولا ان الكلمه دي ككلمه مش هي الكلمه دي طبعا، لان دي ثلاث حروف ودي ثلاث حروف، اسف دي ثلاث حروف ودي اربع حروف. ومش بس كده، الكلمه دي لور كيس والكلمه دي الكلمه دي لور كيس والكلمه دي ابر كيس. ف مع كده انا عايز الاثنين دول يعملوا ماتش. يعني ايه؟ يعني لو الكويري فيها كار والدوكيمنت فيها كارز، الدوكيمنت الاصليه يطلع لي ان الدوكيمنت دي فيها كلمه كار. معنى كده ان انا عايز احول واحده للثانيه. هو ده معنى النورماليزيشن، ان انا مش لازم واحده للثانيه، ولكن ممكن احولهم الاثنين لحاجه نفس الحاجه، بحيث ان هم يبقوا ماتشنج، بحيث ان هم لما اجي اعمل اكزاكت ماتش يبقوا صح، يعملوا ماتشنج. تمام؟ يبقى هو ده هدف النورماليزيشن. ديفرنت سيرفيس فورمز، يعني ايه ديفرنت سيرفيس فورمز؟ يعني الكاركتر سيكونس مختلف، بس انا عايزهم في الاخر يبقوا حاجه واحده، بحيث ان هم يبقوا ماتشنج مع بعض. اوكي؟ طيب يبقى ايه ادي السيكونس بتاعي؟ انا عندي سنتنس هعملها توكنزيشن تطلع لي توكنز، هعملها نورماليزيشن تطلع لي بقى هي بقى التيرمز دي اللي انا ايه؟ هعملها اندكسنج في النهايه. هي دي التيرمز اللي هتظهر لي في فاكرين الاري الطويله جدا اللي ظهرت لنا في الاندكس في الاندكسنج بروسيس. التيرمز بقى هي دي التيرمز اللي هبتدي بيها. اوكي؟ طيب ايه بقى الحاجات اللي انا ممكن اعملها؟ اول حاجه زي ما احنا شفناها اكيد كيس فوردنج، يعني طبعا في الانجليزي، العربي احنا ما عندناش المشكله دي. الانجليزي الاي كابيتال والاي سمول طبعا ديفرنت كاركترز. اوكي؟ فكيس فولدنج معناه ايه؟ معناه حول كله لور كيس. ده هيسهل لي كتير قوي صح؟ يعني كل حاجه تبقى لور كيس خلاص، يبقى على الاقل الكيسنج هيبقى حاجه واحده. طيب سهله وبسيطه صح؟ طيب تنفع هنا؟ جميله جدا، كار وكار كل دول كار جميل. طب دي ويندوز لو انا حولتها، لو انا خليت ال W دي سمول اصبحت ويندوز سمول. جميلة صح؟ حلوة. إيه المشكلة فيها؟ Should we do that؟ هل فعلا المفروض نعمل كده؟ خلي بالكم إن عادة لما بنكتب الويندوز W كابيتال إحنا قصدنا إيه؟ قصدنا مايكروسوفت ويندوز. قصدنا الأوبريتنج سيستم اللي اسمه ويندوز. لكن لما بنكتب W سمول عادة قصدنا الشباك. فإحنا كده لو عملنا كده يبقى إحنا بنعمل ماتشنج للاتنين. الدوكيمنت اللي فيها شباك هتبقى ماتشنج لويندوز الاوبريتنج سيستم. فذاتس ان ايشيو، يبقى لازم احنا ناخد بالنا مش كل حاجه كيس فولدنج خلاص. عاده احنا بنعمل كده كيس فولدنج، بس اتس ان اوبن ريسيرش بروبلم. ازاي ان احنا نفرق
في الحالتين دول، ازاي احنا نعرف ان الحاجتين دول لا في الحاله دي مش المفروض ان احنا نعمل كيس بولدنج، لو هو ده الصح على فكره. اوكي بعد شويه يمكن نغير راينا، بس خلي بالكم بقى. بعد شويه اللي هو دلوقتي حالا، لما بنيجي نكتب ويندوز في الـ يعني يمكن في الدوكيومنتس بتتكتب الكابيتال، لكن لما تيجي تعمل سيرش، هل انت عمرك كتبت ويندوز كابيتال دبليو كابيتال في السيرش بوكس في جوجل؟ هل في حد عملها قبل كده يعني كتب ويندوز كابيتال؟ يعني حتى لو كان اتعمل يعني، فمعظم اليوزرز يعني دلوقتي الحقيقه بقوا يعني كساله جدا، ما حدش بيكتب ابر كيس خلاص، احنا عايزين جوجل يحلها مع نفسه هو بقى. اوكي فانا هكتبها سمول، يبقى اصلا اليوزرز اصلا بيكتبوها سمول، ففي الحاله دي يبقى اتحولت المشكله للسيرش انجن، هو بقى المفروض يفرق الكويري هل ده قصده ويندوز اوبريتنج سيستم ولا قصده ويندوز الشباك. اوكي فاصبحت مشكله الايه السيرش انجن. الابر كيس ساعات له معنى في الـ الانتيتيز اللي هي ال ما اعرفش هي الانتيتيز بالعربي ايه بصراحه. مش عارف مش جاي على بالي دلوقتي انتيتيز بالعربي. المهم حاجه زي اي بوت ات فروم جنرال موتورز، جنرال موتورز ده دي انتيتي زي مثلا مؤسسه زي اسم بني ادم زي اوكي. فالحروف الكابيتال دي ليها معنى، يعني كلمه جنرال جي كابيتال الكتريك جنرال موتورز غير جنرال سمول. اوكي فانا لما اعمل لور كيسنج ضيعت يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا لما هنعمل لور كيسنج في جزء من المعنى انتهى اختفى. اوكي اختفى. بلاك وبلاك ايه المشكله هنا؟ المشكله ان بلاك الكابيتال دي ممكن تكون باسم بني ادم، فانا يمكن محتاج افرق ان ده اسم بني ادم عن ان ده لون. اوكي طيب بس انا عايز اقول لكم يعني مع كل ده عاده اللي بيحصل لور كيس ايفريثينج لو احنا بنتكلم على انجليزي. طبعا المشكله دي الحمد لله مش موجوده في العربي، لان العربي فيه مشاكل يعني تانيه كتير قوي، مش محتاج المشكله دي كمان. طبعا مشاكل يعني كومبيوتيشنال يعني ان احنا لازم نحلها يعني. حاجه تانيه الكلمات اللي هي ليها نفس المعنى بس هي مختلفه تماما، زي ايه؟ زي كار واوتوموبيل. كلر امريكان وكلر البريتش. اوكي هما كلمات مختلفه، لو بص الكلمات مختلفه لكن هما ليهم نفس المعنى. طب دي اعمل فيها ايه؟ يبقى لازم الكلمات دي لو انا عندي لسته بيها يبقى انا اقدر في الاندكسنج احولهم لكلمه واحده. يعني مثلا بدل ما احط يبقى في الديكشنري عندي بدل ما في الديكشنري عندي يبقى كلمه كار لوحدها وكلمه اوتوموبيل لوحدها، لا انا احط حاجه اسمها كار اوتوموبيل. كل ما تجي لي كلمه كار احطها كار اوتوموبيل، كل ما تجي لي كلمه اوتوموبيل احطها كار اوتوموبيل كمان. يبقى كده. وطبعا في الكويري نفس الحكايه، كل ما اشوف كلمه كار اقول اكتبها كار هايفن اوتوموبيل مثلا يعني، او كار وات ايفر يعني احطها باسم معين. مش مهم هي الاسم ايه، بس هو حاجه واحده. يبقى الاثنين كان انا حولتهم لحاله واحده، لحاجه واحده. اوكي يبقى نقدر بقى نعمل برضه كده ايه للكويري. طيب السبيلنج ميستيكس اخباره ايه؟ لو انا اليوزر، وطبعا احنا يعني بنعمل الكلام ده كتير وبنعتمد على جوجل يعني، انا بعرف ناس واعتقد يمكن مننا كتير عشان يصلحوا حاجه بيكتبوها في جوجل وجوجل يقول لي ديد يو مين ذات، عشان ما يعرفوا السبيلنج الصح بتاعها. ف دي هتماتش ازاي؟ لو انا خدتها زي ما هي كده سبيلنج ميستيك وخدتها وما عملت ماتش للكلمات اللي في الاندكس مش هيماتش صح؟ ففي الجوريزمز يا اما طبعا اعمل سبيلنج كوريكشن، يا اما في الجوريزمز بتشتغل على الاصوات، يعني بتحول الكلمه لسيكونس من الاصوات وبعدين تقارن الاصوات ببعض. احد الالجوريزمز دي لطيف جدا اسمه ساوندكس. اوكي ساوندكس ده بيحول الكلمه، يعني انت لو سبيلنج ميستيكس دايما عاده بتبقى في الحروف اللي هي ايه اللي بتاثر قوي على الصوت بتاع الكلمه. يعني مثلا كلمه ايكويفالنس انا ممكن اكتبها بالاي، ما يعني لو انا مش عارف انجليزي يعني قوي ممكن اكتبها بالاي ممكن اكتبها بالاي، بس الساوند بتاعها ما اختلفش كتير. ايكويفالنس ما اختلفش كتير قوي عن ايكويفالنس صح؟ فلو الكلمتين لهم نفس الساوند خلاص يبقى هعتبر ان هم ماتشنج. فدي فكره الساوندكس الجوريزم. طبعا ايه كان في احد العصور بشرح الساوندكس الجوريزم بالتفصيل، طبعا ما عندناش وقت الكلام ده، ولكن اديك يعني انا حابب ان انا بس اعرفكم على بعض المبادئ الاساسيه، بعض الافكار، بعض المشاكل اللي احنا المفروض نفكر فيها. على فكره لمحبي الناتشرال لانجوج بروسيسنج، وانا عارف ان منكم كتير، المحاضره دي هي اللي يمكن الوحيده
اللي ليه علاقه شديده بالناتشرال لانجويج بروسيسنج، لان الكلام ده كله معظمه هو ناتشرال لانجويج بروسيسنج بروبلمز، مشاكل في اللغه. اوكي يعني هو ده انترسكشن كبير بقى، هو ده معظم الانترسكشن ما بين الاي ار والان ال بي في المحاضره دي، في الجزء اللي هو بتاع البري بروسيسنج ده. طيب احنا عارف ان احنا عدينا خلاص وقت المحاضره، ولكن معلش ابقوا معي يعني ان شاء الله يمكن خمس دقائق، ان شاء الله خمس دقائق وبعدين هفتح بقى الحوار للاسئله اللي حابب يكمل، بس يعني ادوني خمس دقائق بس من وقتكم وخلاص ان شاء الله الجزء ده. فاضل لنا حاجتين عايزين نتكلم عليهم. اول حاجه اسمها ليمتايزيشن. يعني ايه ليمتايزيشن؟ يعني احول الكلمه للروت بتاعها، الروت اللي هو بالعربي الجذر بتاعها. يعني مثلا كلمه صناعه احولها لايه؟ لصنعه اللي هو الجذر بتاعها. طبعا دي لانجوج ديبندنت، تعتمد على اللانجوج. طب ده يفيدني في ايه؟ ده يفيدني طبعا ان انا مثلا كلمه زي ما مثلا قلته كده، كلمه صناعه وكلمه يصنع، لو يعني لو الكويري فيها كلمه صناعه والدوكيمنت فيها كلمه يصنع، لو انا الاثنين حولتهم عملت لهم ليمتايزيشن هيتحولوا كلمه صنعه، يبقى ماتشنج، يبقى الكويري هتماتش الدوكيمنت اللي فيها، رغم ان الكويري والدوكيمنتس فيهم كلمات مختلفه، صناعه ويصنع صح، بس لهم نفس الروت الجذر بنسميه ليما. اوكي فدي فكره الليمتايزيشن. طبعا دي محتاجه يعني لينجويستيك نوليدج، معرفه باللغه، معرفه كبيره جدا عشان نعمل الجوريزم يعمل الكلام ده، معرفه كبيره باللغه. يعني محتاج ان انت تقعد مع خبير في اللغه يعلمك ازاي تطلع من كلمه عربي تطلع الجذر بتاعها. الكلام ده طبعا ايه موجود، بس اتس بيج ان ال بي بروبلم، لسه في شغل موجود فيه. حاجه ثانيه اسمها ستيمينج، اسهل شويه من الليمتايزيشن. احنا قلنا الليمتايزيشن هي محتاجه لا يعني معرفه شويه باللغه. الستيمينج يشبه الليمتايزيشن بس يعني ايه بسيط شويه، مش عايز اقول ساذج ولكن يعني بسيط، يعني ابروكسيميشن، تقريب لموضوع الليمتايزيشن. فرولز معينه بنفذها بتحول الكلمه مش للجذر بتاعها بقى اللي هو لينجويستيكالي كوريكت، لكن لحاجه تشبه الجذر بتاعها، بيسموها ستيم. اعتقد اسمها ما اعرفش بالعربي بقى ستيم، يمكن ستيم معناها جذر برضو، مش عارف والله، جذع يمكن مش عارف. ولكن ستيم مش لازم هو روت اللينجويستيك ريكوريكت اللي احنا اللي هو زي صناعه تبقى صنعه، لا ممكن صناعه تبقى صناع مثلا، وهنعرف ازاي. الفكره بتاعتها كلها ايه؟ ان انا حاجات في الاول وفي الاخر بشيلها وبحتفظ باللي في النص، ساعات بعمل تحويلات لبعض الحروف. يعني مثلا كلمه بلاي، لو انا عندي بلايز وبلايد وبلاينج وبلاير، طب كل دول طبعا كان عليه عن انجليزي، كل دول انا عايز احولهم ببلاي، لان انا لو عملت اكزاكت ماتش مش نوت ماتش، فانا عايز كل الكلام ده اشيل الاس من هنا واشيل الاي دي واشيل الاي ان جي واشيل الاي ار، كلهم يبقوا بلاي، بحيث ان انا الكويري يبقى فيها بلاي تماتش. اوكي طبعا الكلام ده بيعتمد على اللانجوجز برضه. يعني مثلا زي سالتمونيها، لحد كتبها في وطبعا كلمات زيها كتير في اللغه العربيه. طبعا محتاجه بقى ستيمنج، لازم اشيل قبل حاجه قبليها وحاجه بعديها. ستيمنج مثلا في العربي لازم تشيل الالف واللام مثلا. اوكي فالحاجات دي بتخلي الماتشنج هيكون اكبر، اقدر ماتش كلمات ببعض. وعاده بيبقى يعني طبعا مش بيرفكت اكيد، ومش بتطلع لي حاجه لينجويستيكلي كويكت، يعني ممكن تطلع لي كلمه زي ما هنشوف دلوقتي ممكن تطلع لي كلمه مش موجوده اصلا في القاموس اللغوي. اوكي ولكن مش مهم، ما تهمناش، المهم ان هو يماتش. يبقى انا كاني حولت كلمه A وكلمه B حولتهم لكلمه C، مش لازم كلمه يعني قصدي مجموعه من الكاركترز. اوكي مجموعه من الحروف. اوكي المهم الاثنين دول بالطريقه دي هيعملوا ماتشنج. اوكي طيب ازاي بعمل الكلام ده؟ عاده بيبقى بعمل حاجه في الانجليزي تحديد، بعمل حاجه اسمها افكس شوبينج. يعني باجي على اواخر الكلمات، اللي في الانجليزي مفيش حاجات بتخش في الاول. اوكي العربي طبعا في حاجات بتخش في الاول وحاجات في الاخر وحاجات في النص. يعني الحقيقه العربي ما شاء الله، لكن الانجليزي سهل لحد كبير، الحاجات بتيجي في الاخر بس. فالستيمنج بيعتمد طبعا على اللانجوج. بالنسبه للانجليزي في ستيمر معروف جدا اسمه بورتر ستيمر، ده بياخد الكلمه بيشيل حته منها، معظم الكلمات طبعا في كلمات بيسيبها زي ما هي، لكن مثلا كلمه زي مثلا الكلمات دي كلها اوتوميت، اوتوميتس، اوتوماتيك، اوتوميشن، كل دول بيتحولوا كلمه اوتومات
على فكره دي مش كلمه انجليزي صحيحه صح؟ مفيش كلمه انجليزي صحيحه اسمها اوتومات على حسب علمي، ولكن كلهم بالاستمرار بيتحولوا لكلمه اوتومات. طب هل دي مشكله؟ لا مش مشكله، خلاص الكلام ده مش متشاف، اليوزر مش شايفه اصلا. اوكي، كلمه اوتومات ده هي دي اللي هيتعمل لها اندكس. فادي مثال اهو، فور اكزامبل، كلمه مثلا اكزامبل هتشال منها الاي. طب الكلام ده بيتعمل ازاي على فكره؟ بيتعمل برولز معينه، يعني في رولز لما تشوف مش عارف سيكونس فلاني، هنشوف بعض الرولز في السلايد اللي بعد كده، شيل الموضوع الحروف دي او حول الحروف دي لحروف ثانيه وهكذا. اوكي؟ طيب ايه مثال للامثله دي في الانجليزي؟ طبعا لما تلاقي في نهايه الكلمه اس اس اي اس حولها لاس اس بس، معناها ايه؟ معناها شيل الاي اس يعني. لما تلاقي في اخر الكلمه واي حولها لاي، لما تلاقي في اخر الكلمه اي اي اس حولها لاي وهكذا. اوكي؟ طبعا دي رولز، فالرولز بتطبق بطريقه بترتيب معين على الكلمه. ده دي فكره الستيمنج. فائدتها ايه؟ زي ما قلنا الكلمات اللي هي بتدي نفس المعنى ولكن السيرفس فورم بتاعها مختلف كافعال او كاسماء بتتحول لنفس الفورم. الفورم دي ممكن ما تكونش كلمه انجليزي، كلمه لغويا صحيحه، ولكن بنسميها ستيم. هو ده بقى التيرم اللي هيبقى في الاندكس. اوكي؟ هل ده مفيد؟ طبعا مفيد جدا. مفيد جدا جنرالي، طبعا هو مش بيرفكت ولكن مفيد جدا. في الانجليزي بيدي يعني تحسين حوالي 5 او 10%. في العربي بيدي حوالي 50% تحسين. ليه بقى؟ لان العربي فيه تحولات كتيره جدا، يعني الكلمات بتاعتنا انا الكلمه ممكن نلاقي منها 20 كلمه مختلفه. ادي مثال اهو، كلمه الابناء فقط اللي هي حتى مش فاعل، طبعا افعال اكتر من تاني، لكن كلمه ابناء ممكن ابناء، الابناء، ابناءها، ابنائي، ابناءنا، الابناء، ابناؤه، ابنائه. كل دول كلمات مختلفه، ولكن انا عايز في النهايه لما اليوزر يكتب لي كلمه ابناء انا عايز كل دول يطلعوا لي، فاعمل ايه؟ يبقى لازم الاستمر بتاعي ياخد كل الكلمات دي ويطلع كلمه ايه؟ ابناء، او حتى ابناء، حتى ما عنديش مشكله من غير الهمزه، يعني المهم ان هم كلهم يطلعوا نفس الحاجه، وما تكونش الحاجه دي بتطلع من حاجات ثانيه مالهاش علاقه بابناء. اوكي، فهمنا القصه؟ دي ايه؟ فكره الاستيمنج. ستيمنج ووردز ار مس سبيلد؟ لا طبعا، هم مش مس سبيلد، هم دول ستيمز، دول مش كلمات انجليزي او عربي، دول مش كلمات، دول اصبحوا تيرمز. ومش سين باليوزر، اليوزر ما بيشوفهمش طبعا، الكلام ده بيتعمل اثناء البري بروسيسنج، سواء بري بروسيسنج للدوكيومنتس او بري بروسيسنج للكويز. ما ننساش كل البري بروسيسنج اللي احنا اتكلمنا عليه ده بيتعمل للدوكيومنتس وكمان بيتعمل للكويري. اوكي؟ ده مثال اخر. طيب بول، اخر بول هنعملها واعتقد بعد كده ايه؟ هننهي المحاضره وناسف على التاخير. طيب يا جماعه، اللاب بيبتدي زي ما انتم عارفين يعني 7 الا ربع، يعني كمان ثلث ساعه ان شاء الله، فاحنا يعني خلاص دقيقتين ونخلص باذن الله. اعتقد نوقف كده، هنوقف كمان 5 ثواني لسه بيكمل. في سؤال، ما هو الترتيب الصحيح في بين العمليات؟ لا، الترتيب اللي احنا قلناه ده، الترتيب اللي احنا قلناه اللي هو توكنايزيشن، ستوبنج، نورماليزيشن. دكتور عبد الرحمن فراج الحقيقه يعني
كتب لي الستيمينج والليمتايزيشن السوابق لواحق يمكن. قصدك البريفكس والافكس. دي حاجه ثانيه غير الستيمينج والليمتايزيشن. اوكي، اللي هو البدايات والنهايات، السوابق واللواحق. اوكي، انا اعتقد دكتور عبد الرحمن عايزين نقعد قاعده مع بعض نعمل التعريف ده عشان ان شاء الله النسخه القادمه باذن الله تكون افضل. هنوقف دلوقتي البولينج. طيب نشوف مع بعض بقى ايه النتائج. المعظم قال نعم التوكنايزيشن النورماليزيشن ابلاي للدوكيومنتس والكويز، وطبعا دي احنا قلناها الحقيقه، يعني قلناها لسه قايلها حالا، اللي هو نفس الخطوات اللي بعملها في النورماليزيشن في البري بروسيسنج لازم هي بالظبط تتعمل، نفس الخطوات اللي بعملها في البري بروسيسنج للدوكيومنتس لازم هي بالظبط تتعمل لايه؟ للكويز. السؤال الثاني ديكشنري في الاندكس في ايه؟ ووردز كلمات ولا توكنز ولا تيرمز ولا كله؟ تيرمز بالتعريف اللي احنا قلناه بقى النهارده، اللي هو في نهايه الثلاث خطوات دول، اللي هيفضل في نهايه الثلاث خطوات دول هو تيرمز. يبقى ممكن لو انا بصيت للاندكس هلاقي حاجات تشبه، يعني خليني معلش ارجع بس سلايد واحده، تشبه الحاجات دي، تشبه ريبليس، تشبه الحاجات اللي انا قلت عليها ايه مثل زي دي ريبلي ريبليس سبلي. دي كلمات، دي مش كلمات ومش توكنز الاساسيه الاصليه، دي اسمها تيرمز، اسمها ستيمز. اوكي، يبقى الحل في السؤال الاولاني طبعا يس اولويز، والحل في السؤال الثاني اللي هو تيرمز. طيب هنكتفي بهذا القدر. طبعا هنا انا سايب السلايد دي بس ايه تديكم سمري للثلاثه ستيبس لما نعملهم، بصوا عليها ان شاء الله. ان شاء الله المحاضره القادمه هنتكلم على الايفالويشن، موضوع في منتهى الاهميه في الاي ار، ازاي نقيم اداء السيرش انجنز، ازاي نعرف اذا كان السيرش انجن ده بيطلع نتائج كويسه ولا وحشه. موضوع مهم جدا ان شاء الله هنشوفه غدا باذن الله. هنفتح بقى المجال دلوقتي الاسئله، بس المحاضره انتهت، اللي عايز يتفضل يتفضل، بس اللي عايز يسالني يعني يبقى معي، بس افتكروا ان اللاب هيبتدي ان شاء الله، التدريب العملي هيبتدي ان شاء الله بعد حوالي 17 دقيقه او 16 دقيقه من الان. نفتح الباب بقى الاسئله. طبعا في اسئله كتير في الشات، هاخد بس سؤالين من الشات وبعدين افتح كمان لاسئله لحد عايز يتكلم. في سؤال: How can Google search engine handles tokenization issues based on the domain? Which domain do you mean? الدومين هنا هو الويب سيرش. انا بتكلم على الويب سيرش هنا. جوجل مش سبيشاليزد في دومين معين. بس طبعا ما اتكلمناش في النقطه دي احنا. في طبعا جوجل اكيد في ستيب احنا ما اتكلمناش عنها خالص، هي حاجه اسمها query intention اللي هو او query classification actually، ان انا عايز اعرف هي نوع الكويري ده مقصود بيها ايه؟ هل الكويري دي مثلا مقصود بيها ان انا اطلع ترانزاكشنز مثلا زي اللي هو اللي عايز يروح من الدوحه للقاهره ومن القاهره للدوحه، ولا عايز انفورميشن، عايز يجيب انفورميشن؟ طبعا الكلام ده موجود، ولكن الابلكيشن بتاع جوجل هو الويب سيرش، هو ده الدومين. مين اللي هيجي الاول، الميتازيشن ولا ستيمنج؟ ده سؤال جميل جدا. هما الحقيقه الاثنين ما بيتعملوش مع بعض، ويا اما اعمل الميتازيشن يا اما اعمل ستيمنج، ما ينفعش اعمل واحد وبعدين اعمل الثاني، لان لو عملت واحد ضاعت الكلمه الاصليه خلاص، يبقى ما ينفعش اعمل الثاني. فمعلش يمكن ما كان كونفيوزنج، انا طبعا دي مهمه ان انا كنت اقولها الحقيقه، هو بانت ان انا كاني بعملهم بالترتيب ليميتايزيشن وبعدين ستيمنج. انا اسف، لا، ليميتايزيشن والستيمنج ميوتشوال اكسكلوسيف، واحده منهم فقط اللي هتتعمل مش الاثنين. طيب هاخد بقى اسئله من ال الناس اللي هي يعني عايزه تتكلم. دقيقه واحده بس اشوف. طيب عبد الرحمن اتفضل. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا، الدوره الجميله دي يا دكتور. و حضرتك ممكن حضرتك تبعت لنا لينك بيبرز مثلا ريليتد للكورس نقدر نبص فيها او نقرا منها بحيث نوسع مداركنا مثلا؟ هو بس الموضوعات اللي في الاول وخصوصا اول خمس ست محاضرات هي موضوعات بيزكس، ف يعني يا ريت لو انت عايز تتوسع اقرا الريدنجز اللي انا حاططها اللي هي المراجع بتاعتها دلوقتي،
لكن تمام. بعدين انا ممكن اديكم ان شاء الله في لما نيجي في اخر 3 4 محاضرات اكيد طبعا ان شاء الله ممكن اديكم لينكس لبيبرز باذن الله. تمام خلاص، شكرا دكتور. عفوا. هل في اي اسئله تانيه؟ مش شايف حد رافع ايده الحقيقه تاني، فمعنى كده ان مفيش اسئله. ده حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ مش عارف. في حد تاني؟ اوكي. عبد الرحمن ممكن اوكي. عبد الله علي، استاذ عبد الله اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي، الصوت واطي جدا، انا مش سامعك كويس. ماشي، ممكن تعلي صوتك؟ لك الصوت اوضح؟ كتير. انا اسف. هو انا كنت حابب اسال بس فقط انه هل ممكن مثلا نستخدم الانجرام للكلمات نفسها بحيث نقسمها لاحرف كمان؟ اعتقد ممكن تساعد في حل اللي هو موضوع السبيلينج، تحسن في جودة الكلمات، بس طبعا لها مشاكل طبعًا. اخرى طبعا. ده احد انواع الاندكسنج. انا بس عايز اكرر تاني يا جماعه، اللي احنا بنقوله هنا مبادئ اساسيه، ولكن في انواع، في حاجات تانية كتير. يعني في انواع، يعني الاندكسنج في انواع كتير، وانا حتى ذكرت سريعا موضوع الباي وورد. موضوع الانجرامز ده طبعا موجود. طبعا احنا ما قلناش يعني ايه انجرام، بس يعني انجرام ليها معنيين، ان انا ممكن اخد اكتر من كلمه او ممكن اخد اكتر من حرف ورا بعض. انجرام كاركترز والانجرام ووردز. فممكن جدا بدل التوكنايزر مدام ما بيطلع لي كلمه واحده، ممكن يطلع لي كل كلمتين كتوكن، وده هيساعدني كتير مثلا في الـ في الـ في الـ فيز كويز. وممكن بيطلع لي برضه كاركترز، وده هنتكلم عليه لما نيجي نتكلم بقى ان شاء الله على ترانسفورمرز وبيرت واخواته يعني ان شاء الله. نعم، بس معلش تعليق تاني دكتور بعد اذنك. هو راي شخصي يمكن اكثر من فضل. انا في اعتقادي يا دكتور انه لو كل البري بروسينج هي عمليه فقد للمعلومات، فهل هذا صحيح ولا لا؟ يعني هي معلومات، يعني احنا بنكتبها فعليا بنكون في من وراها معنى، فلما نعملها يعني ايه معلومات؟ مش فاهم البري بروسينج. انا لما مثلا اعمل الليميتيشن او نعم او الستيمينج، سواء بالعربي او بالانجليزي او باي لغه اخرى، انا فعليا بفقد معلومات. طيب انا اوكي. هو في حاجتين هنا. شكرا يا استاذ عبد الله، ممكن تعمل ميوت دلوقتي. في حاجتين هنا. انا ممكن اللي انا بعمله ده يخليني اعمل ماتشنج لكلمات فعلا المفروض ان انا اعمل لها ماتشنج، زي مثلا كلمه مثلا اللي هي بلاي وبلايد وبلاينج وبلايرز، كلهم هيبقوا بلاي، فدي حاجه كويسه. لكن ممكن جدا اللي بعمله ده يبقى مضر، يعني ساعات كتير بيبقى مفيد وساعات اقل شويه على حسب التجارب بتبقى مضره. يعني مثلا في الانجليزي كلمه اوبريشن، كلمة operation وكلمة operating الاثنين بيبقوا لهم نفس الستيم، بس لو احنا فكرنا فيها كلمة operation لها معنى، كلمة operating ممكن تيجي معنى operating system، فدول الاثنين هيبقوا كلمة واحدة، فده كده كده مش هتبقى حاجة مفيدة قوي للمفيدة في الريتريفل. فزي ما انا قلت وانا بشرح الموضوع النوبزيشن ده، مش بيرفكت ولكن الأعم مفيد. يعني لو انا مثلا قلت بالنسبه، يعني مثلا لو انا عندي 100 كويري هيبقى مفيد مثلا في 90% منهم او 50% منهم. لا مش 50 طبعا، 50 ده يعني 90 70 80 اللي فاده فيهم الكويريز اللي هتستفيد من النورماليزيشن ده اكتر طبعا ان جنرال من الكويريز اللي هتندار. لكن كلامك صحيح 100% ان لو انا فاهم صح سؤالك، انه مش دايما هيبقى مفيد، ولكن في الاعم في المتوسط مفيد. وطبعا بيختلف من لانجوج التانية، زي ما قلنا مثلا في العربي لا مفيد جدا، وبرضه بيختلف من تطبيق للتاني. يعني لو انا في دومين معين ممكن جدا الستيمنج والستوب والنورماليزيشن اللي انا بعمله ده لا يبقى مضر. طيب انا اعرف منين؟ لازم اعمل ايفالويشن بقى. يبقى لازم استنى بقى المحاضره الجايه عشان نعرف. يبقى لازم اعمل اكسبيرمنت واشوف، اعمل ايفالويشن واشوف هل السيستم بتاعي اتحسن
بالستيمنج ولا لا؟ هل السيستم بتاعي اتحسن بالليمتازيشن ولا لا؟ هنتكلم عليها ان شاء الله المحاضره القادمه. هاخد سؤال كمان ونغلق ونتوقف لان خلاص يعني فاضل 7 دقائق على ميعاد التدريب العملي. هل حد عنده اي سؤال يرفع ايده؟ مش شايف حد رافع ايده. استاذه نوهان العربي اتفضلي. سوري انا اسف. معلش ارفع ايدك تاني. نوهان العربي. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا كنت حابه اسال حضرتك، حضرتك قلت ان الميتايزيشن والستامينج الاثنين ميتشوالي اكسكلوسيف. هو بيختار الترمينولوجي بناء على ايه بقى؟ ان هو بناء على اليوزر كويري نفسها يعني بيختار هو هيعمل الميتايزيشن او ستامينج على اساس ايه؟ على حسب علمي انا ان واحده منهم بتتعمل، مش على حسب الكويري. يعني يا اما السيستم بيعمل الميتايزيشن يا اما بيعمل ستامينج. ما سمعتش ان في سيستم بيختار على حسب الكلمه. اختيارهم بقى على حسب ايه؟ على حسب الاكسبيرمنتس طبعا، بيتعمل اكيد اكسبيرمنتس وبيتشاف اني الافضل. او ساعات بيبقى الليمتايزيشن اصلا في اللغه دي بالتحديد مش كويس، لان الليمتايزيشن صعب جدا يعني. ستيمنج اسهل بكتير، بس طبعا ستيمنج مشاكله اكتر ولكن اسهل. فممكن يكون في بعض اللغات الليمتايزيشن بتاعه اصلا يعني صعب جدا ان هو يتعمل، فمش موجود الاوبشن ده اصلا. ولكن على حد علمي ان ما بتتعملش دايناميكالي كده زي ما انت قصدك، ولكن بيتعمل يا ده يا ده. وطبعا الاختيار على حسب الاكسبيرمنتس، وهنعرف المره الجايه ان شاء الله ازاي نعمل ايفالويشن. تمام، شكرا لحضرتك جدا. عفوا. طيب يعني نكتفي بهذا القدر فقط عشان ندي بس فرصه للناس اللي هتتحول للتدريب العملي، ونراكم غدا على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.